أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي لكشر 2 في الفيجن. وقبل ما نبتدي بس أنا عاوز أنبهكم تاني إن إحنا المواعيد بإذن الله هتبقى كالآتي: السبت هيبقى Special Senses Vision، وبعدين التلات بإذن الله هيبقى I think CNS، والخميس هتبقى Endocrine. ده المواعيد بتاعتنا هتبقى كالآتي: يبقى السبت Special Senses، وبعدين التلات هتبقى CNS، والخميس Endocrine، في نفس المواعيد بإذن الله. أنا عارف إن في ناس يعني نفسها إن إحنا نشتغل digestion أو kidney، بس I cannot do more than 3 times يعني a week. However لو كان في اختلاف مع بعض الجامعات فده كله في الآخر في الترم الآخر هنخلص كل الـ subjects بإذن الله. طيب كعادتنا قلنا في سبيل تحسين our system إن إحنا هنحط الأسئلة related للـ subject وعليه، فإحنا هنبتدي بالأسئلة بتاعت Special Senses اللي هي المحاضرة السابقة. فأنا كنت حاطط لكم الأسئلة، وكان أول سؤال بيقول Concerning electromagnetic waves all are correct except. هنا بقى هتلاقي الإجابة أنا حاططها لك الصحيحة تحت، يعني حتى قلبها لك عشان لو تحب تبقى تحل من غير ما الإجابات تاخد نظرك بسهولة يعني. فالإجابة وطلب الإجابة الخطأ، الإجابة الخطأ إن الـ heating effect is caused mainly by the visible light waves. طبعا هي caused بال عارفين infrared. السؤال الثاني كان concerning cornea all are correct except، برضو بقول اختار الغلط، إن الكورنيا is concerned with accommodation. طبعا concerned with accommodation هو الـ islands، لأن الكورنيا بيبقى قوتها فيكسد عند 45، الاي لينز هي اللي بتتكيف. السؤال الثالث كان formation of aqueous humor، الإجابة كانت دي all of the above، لأنه عاوز صوديوم بوتاسيوم اتيبيز، عاوز كربونيك انهيدريز، بيحصل في السيليا بروسيسز بالنون بيجمنتد ابيثيليوم، فall of the above دي الإجابة الصحيحة. السؤال الرابع concerning the intraocular pressure، هو لازم بأقل من 20، مش من 20-30 مليمتر مركري، regulated by controlling the drainage بس مش الفورميشن، يبقى دي غلط برضو. لو زاد بيبقى في inability to see ال near objects مش ال far objects، لأنه طبعا العدسة متعملش accommodation. إنما الفورميشن بيقل، ده كان علاج بقى في حالات الجلوكوما بأننا نمنع الفورميشن، بأننا نبوظ الكربونيك انهيدريز انزيم بواسطة عقار اسمه داموكس اللي هو كربونيك انهيدريز انهيبيتور. برضو لا مانع ان احنا نجيب مسألة، وجبنا مسألة، ولاني عارف ان هنا بيهتموا جدا بمسائل، زي ما قلت لك الطالب هنا اساسا بيبقى واخد علوم واخد بريماد، فبيبقى يعني لازم يبقى دكتور قوي جدا في الفيزيكس، فاتليست احنا نجيب مسألة. جبت لكم مسألة اللي هو الامج ديستانس 50 سنتي، الاوبجكتس 2 متر، يبقى قوة لينز كام؟ احنا عارفين المعادلة بتقول 1 على بعد الصورة زائد 1 على بعد الجسم، ولازم كله بالمتر، واتفقنا اذا ادهلنا بالسنتي هنحط 100 على السنتي، يعني 1 على المتر لو ادهاني بالمتر، و100 على السنتي لو ادهاني بالسنتي. طب الامج ديستانس 50 سنتي، يبقى نحط 100 على 50 ب2، والأوبجكت ديستانس داني بالمتر، 1 على 2 بنص، يبقى 2 زائد 2 2 زائد نص هتساوي 2.5، وعليه الإجابة الصحيحة هتبقى B يا شباب. الإجابات هي موجودة تحت، وحتى عشان ما ساعدكش ما كتبتش 1 2 3 4 5، فواحد C like cat، 2 A alpha، 3 و4 D for daddy، 5 B for baby. أظن كده ألطف، حتى عشان ما يحفظ الفيديوهات يبقى المحفوظة بصورة جيدة. وبنشكر طبعا مصطفى، دكتور مصطفى، ان هو اولا باول بينزلها على اليوتيوب،
فيسيولوجي باي دكتور ناجي، ده اسم لو كتبت كده فيسيولوجي باي دكتور ناجي، ناجي بالاي في الاخر بفتكرها اي بطني. لو فاتك البث المباشر تقدر تسمع اليوتيوب، او لو حبيت تعيد المحاضره تاني. ونفس التنبيهات بقول لك بليز اسمع المحاضره مرتين، مره فرغ الاسئله معاني الكلمات الفهم، ومره اسمعها في الديد تايم في الوقت اللي ميت زي ما بقول، كنوع من انواع التعليم بدون مجهود. ثق يعني هتحتاج كميه ورق قليله جدا. طيب النهارده عندنا يا شباب باذن الله هناخد اللينز اي لينز والايرس. فنبتدي بالاي لينز. انتوا عارفين الاي لينز ده ستراكشر بيقع خلف الايرس. الايرس اللي هي القزحيه اللي هي القرص اللي لونه بني او اسود او اخضر او ازرق، وراه بيبقى فيه اللينز معلقه بالسسبنسور ليجامنتس الاربطه المعلقه في الرينج اللي هي الدايره اللي بنسميها سيلير ماسل. خلاص. طيب اهم سؤال عندنا يا شباب هنا في اللينز هو سؤال نظري مهم، اسالف اللي هو النير ريسبونس او النير ريفلكس. يبقى نير ريسبونس او نير ريفلكس، حتى الاس اعتقد انها او ريفلكسز ممكن لان هم اكثر من ريفلكس يعني تنفع فيهاش مشاكل. فانت لو جالك هذا السؤال مع عشقت مثل عشق النظام هتجاوبه في ثلاث نقاط، هتقول الديفينيشن، ميكانيزمز، الباثوي. حلو كده يا شباب. الديفينيشن ما هو النير ريسبونس؟ هو الاي تشينجز، التغيرات التي تحدث في العين واللوكينج ات نير اوبجكت، لما تبص النير اوبجكت. يبقى التغيرات التي تحدث في العين لما تبص الى جسم قريب. طيب نيجي الميكانيزمز، يعني كيف تتكيف العين للجسم القريب. بيحصل ثلاث حاجات، 3 components، ومصادفة جميلة بيقوم بهم العصب الثالث third cranial nerve اللي هو اسمه oculomotor nerve. وفي ناس على فكرة بحب انبه دي بتكتب oculomotor double C، بنبهها تاني هي C1. يبقى حتى لطيفة في الحفظ، 3 components بيقوم بهم third nerve. بس التأمل بتاع العبد الله مش ان رقم 3 مع 3، مش ان هم 3 components والعصب رقم 3، لا التأمل اعمق من ذلك، ان عصب واحد بيقوم بال 3 components. يعني عشان هم لازم يحصلوا in harmony في تناسق مع بعضهم البعض، يبقى 3 components بيقوم بهم عصب واحد تصادف ان هو العصب الثالث اللي هو الاوكلوموتور. طيب نيجي اهم تغير في العين اللي هو الاكوموديشن. ان انت حضرتك عارف ان الاشعه من الجسم القريب بتطلع متفرقه، يبقى عاوز عدسه قويه عشان تجمعها على رتم. يبقى متفرقه يبقى عاوز عدسه قويه عشان تجمعها على رتم، يبقى مفروض نقوي العدسه. يبقى الاكوموديشن هو اللي هو زياده الدايوبتريك باور اوف لينز. طب وده بيحدث ازاي؟ ثلاث خطوات من الخارج للداخل. السيليا ماسل اللي هي الدايره دي بتكونتراكت، هناخدهم من بره لجوه، خارج للداخل. لما تكونتراكت يبقى الرينج هتصغر، فالسسبنسوري ليجامنتس هتبقى لاكس، فاللينز بالالاستيك كبسول تتكور. يعني بدل ما كانت اهي مشدوده كده زي البطيخه، تخيل لما السسبنسوري ليجامنتس ارتخت اللينز بقت مور سفيريكال، فزاد الكيرفيتشر بتاعها. يبقى عندي ثلاث خطوات من الخارج للداخل. احب النظام، السيليا ماسل كونتراكتس، فالليجامنتس تبقى لاكس، فاللينز بالالاستيك كبسول تاخد الشكل الكروي بتاعها. طيب هنا بقى عندي يعني تامل خاص وهو قوي جدا، بتتابعني فيه. يبقى زي ما انت شايف، ما هو الاكوموديشن؟ هو زيادة الدابتريك باور اوف لينز، وده انفولانتري يعني مش ارادي. والميكانيزمز ثلاث خطوات من الخارج للداخل، ان السيلري ماسل اهيت كونتراكتس فندخل لجوه، فالسسبنسوري جامد نمره 2 تبقى لاكس،
فاللينز تاخد الشكل الكروي. انا عملت لك كروس سيكشن فيها عشان تفهم ازاي انها تكورت. اهو السيليار ماسل كونتراكتس، السسبنسوري ليجامنتس بيكام لاكس، فاللينز بدل ما هي اوفال اهي هتتكور. لاحظنا ان التكور بيحدث فقط في الانتيريور سيرفس اهو، يبقى الاكوديشن بيحدث في الانتيريور سيرفس فقط. الانتيريور سيرفس كيرفيتشر هي اللي بتزيد مش البوستيريور، البوستيريور ما بيتغيرش خالص بيقعد زي ما هو. طيب يبقى حتى لطيفه يعني للتذكر للحفظ الاكوموديشن هتسمع صوتي باذن الله بيحدث في الانتيريور سيرفس. وناس تقول الدكتور ناجي بيركز على ان الاي مع الاي، لا طبعا ده دي فوق البيعه، في بيعه وفيها فوق البيعه. إن مصادفة جميلة إن الأكوموديشن بيحدث في الأنتيريور سيرفس، إنهم الاثنين حرف الإيه مع الإيه. إنما فين الفه؟ ما إحنا في محاضراتنا هذه بنعتمد على الفه. هو ليه حصل في الأنتيريور سيرفس ما حصلش في البوستيريور؟ تعال فكر. أنا ببص الجسم بعيد وعين فجأة بصيت على الكتاب. فمفروض أنت تتكيف من أشعة متوازية من جسم بعيد لأشعة متفرقة جسم قريب، تتكيف للجسم القريب. مفروض هذا التكيف يبقى سريع ولا بطيء؟ الحقيقة هو مش سريع، هو فائق السرعة. في فرق بين سريع بحيث ان انت ما بتلحظ ان حصل هذا التغير. يعني هديك مثال في الحياة، لما بنمسك كاميرا فيديو من احدث الكاميرات وتوجهها لجسم بعيد وعن جسم قريب، تلاقي الصورة الأول كانت يعني مش واضحة، الإيمج فيك وعن في ثانية يوضح، يعني بتلاحظ إنها مش واضحة وعن بيوضح. عاوز حضرتك كده تبص الجسم بعيد وانقل نظرك على الكتاب بتاعك immediately، هل لاحظت إن هو يعني كان الإيمج مش مظبوط وبعدين اتوضح؟ لا، من روعة الخلق والخالق إن الأكوموديشن بيحدث بسرعة فائقة بحيث انك انت لا تلحظ التغير. عشان يحدث بسرعة فائقة فكر معايا، اللينز قدامها في مية اكاسيومر، وراها فاكر في ازاز فيتراسيومر، تفتكر انهي سيرفس يبقى حركته اسهل؟ اللي قصاد الاكاسيومر اللي قصاده مية ولا اللي وراه ازاز البوستيريور سيرفس؟ طبعا المية اسهل ان انا اتحرك في مواجهة المية، اسهل ان انا اتحرك في مواجهة الفيتراسيومر. يبقى عشان يبقى التكيف فائق السرعة كان لازم يحدث في السيرفس الذي لا يلقى مقاومة، اللي هو يواجه المية مش اللي يواجه الازاز. عشان كده ربنا سبحان الله خلى الاكوموديشن يحدث في الانتيريور سيرفس اللي هو ناحية الاكاسيومر، بما يدل على انه وراء الخلق خالق. فالبوستيريور سيرفس اللي هو في مواجهه الفيتراسيومر ورا زي ما هو ما اتغيرش خالص، اللي بيتغير هو الانتيريور في مواجهه الاكاسيومر حتى يكون الاكوموديشن فائق السرعه فلا تلحظ، تبقى شايف الصوره في البعيده واضحه، واول ما تبص على الكتاب الاكوموديشن يحدث ان نو تايم فالصوره برضو واضحه، مع ان 100% اللينز غيرت روحها، ما كانتش مناسبة الإيمج بعيد وبقى مناسبة في الفيديو، بتلاحظ في خلق الخالق سبحان الله تلحظ لأنه فائق السرعة، لذلك حدث في الأنتيريور سيرفس. طيب عاوز نغور في أعماق أكثر، بس ده ما حدش يعني هيسألك فيه، حاجة يعني تعرفها روحك. تعال نغور في أعماق أكثر. أنا البحر في أعماقه الدر كامن، فهل سائل الغواص عن صدفاتي؟ تعالى ننزل لحاجة تانية. فاكر في المحاضرة السابقة كنا قلنا ان الاكاسيومر ده سيركوليشن بيتغير كل ساعة ونص لساعتين، السيركوليشن الخاص باللينز والكورنيا. لكل سيركوليشن قلب نابض، سيركوليشن يعني بتدور، يبقى لازم حد يزق. عمرك شفت سيركوليشن بدون قلب نابض؟ وانس القلب توقف عن النبض، توقف عن الحركه، وقفت السيركوليشن. طب واحنا بنقول الاكاسيومر دي سيركوليشن، فمن هو القلب النابض للاكاسيومر؟
الانتيور سيرفس اكوموديشن. تخيل كل مره بيتحرك الانتيور سيرفس الامامي يروح زائل الاكاسيومر يساعد الدرينج، يزق الاكاسيومر يساعد الدرينج في الانجل، يزقه يساعد الدرينج. فحدوث الاكوموديشن في الانتيور سيرفس كان لصالح اللينز ولصالح الاكاسيومر، ان اللينز السيرفس اللي اسهل يتغير اللي هو الذي لا يلقى مقاومه اللي هو في مواجهه الاكاسيومر، وفي صالح الاكاسيومر ان هو ده اللي بيزق الاكاسيومر عشان يساعد الدرينج، يزق الاكاسيومر يساعد الدرينج. لكل سيركوليشن قلب نابض، فمن هو القلب النابض للاكاسيومر؟ اتس ذا اكوموديشن، سبحان الله في خلقه. فلما الدكتور ناجي يقول لك الاكوموديشن بيحدث في الانتيور سيرفيس، مش ده دي فوق البيعه، مجرد انك تعرف الايه مع الايه، الاكوموديشن في الانتيرو، انما نحن نعتمد على الفهم والى اغوار عميقه. لماذا الانتيرو سيرفيس؟ لان لازم الاكوموديشن يبقى فائق سرعه، يبقى في السيرفيس الذي لا يلقى مقاومه اللي هو ناحيه الاكاسيوم ده، مش كده وبس، ويفاد الاكاسيومر من ذلك بانه بيساعد السيركوليشن بتاعت الاكاسيومر. ادي الفهم العميق واللي هو يدل على شيء واحد، انه وراء الخلق خالق. طيب تاني حاجه بتحدث في العين لما تبص لكتاب قريب، كتاب القريب بيعكس كميه ضوء ضخمه في عينك، يبقى كان لازم تعمل بيوبيلو كونستريكشن مايوزس ضيق الحدقه، وعلمتك ما تلخبطش كلمه مايوزس ضيق الحدقه مع ميدريازس، وعلمتها لك ازاي. فكر مايو يعني حاجه صغيره، مايكروب مايكروباس، يبقى مايو هو الصغير بيبيلي كونستريكشن، ميدريازس هي الاتساع، فبيحدث بيبيلي كونستريكشن. ليه؟ لاسباب عديده، واحده منهم تو ريديوس الاماونت اوف لايت انترينج ذا اي، يمنع كميه، يقلل كميه الضوء اللي بتدخل العين، لان كتاب لونه ابيض كده وحطيته في وشي والضوء ضارب فيه وراح عكس على عيني دخل ضوء كتير. الضوء المبهر ده بي 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 بيتعب العين، بنلاقي ان احنا ما بنبصش لاشعه الشمس. الضوء ممكن يؤذي العين، فلازم نعمل بيبيلي كونستريكشن تو ريديوس ذا اماونت اوف لايت انترينج ذا اي، حتى نمنع تو بريفنت سفيريكال اند كروماتيك ابريجنز، الانحرافات الصبغيه والدائريه، هنشرحها لاحقا باذن الله مع الايريس بعد شويه قليلين باذن الله. ثم عشان نزود الدبث فوكس، وده برضو هنشرحه مع الايريس. انما اقول لك ده في عجاله كده، انت الجسم القريب عاوز عدسه اقوى، ايه رايك عاوز احكي لك حاجه على العدسه، هي عليك ولكن تعتبر معلومات عامه ما حدش بيركز فيها قوي. انت عارف ان اللينز دي معموله من بره كبسول، من بره خالص الاستيك، تحت الكبسول متخيل، ما احنا قلنا عندنا مقدره على التخيل، تحتيه ايبيثيليوم، والايبيثيليوم دي بتعمل فايبرز في اللينز. الفايبرز اللي بره عند الكورتكس دي لسه معموله دلوقتي حالا، طبعا هنعمل فايبر ثانيه، يبقى الفايبرز تدخل ناحيه النيوكليس بتاعت اللينز ويتعمل فايبرز جديده، وبعدين يتعمل جديد تدخل ويتعمل فايبر جديد، عن تملي اليونج فايبرز في الكورتكس في القشره، والاولد فايبرز تدخل على النيوكليس. نتج من كده ايه يا اولاد؟ تعالوا نفكر ان اللينز مش ازاز زي لينز الازاز اللي عندنا، دي كائن حي بدليل عندها different fibers of different ages. الفايبرز اوف ذا كورتكس دي بتبقى نيو، اللي في النيوكليس تبقى اولد. طب ادام هم different ages، نفكر مع بعض، يبقى عندهم different refractive index، يعني معامل انكسار بتاعه مختلف. اللينز في السنتر اقوى من البريفري. طب وانت في الـ في الـ في النير فيجن عاوز تستخدم لينز اقوى، لان الاشعه قلنا في النير فيجن جايه متفرقه، في الفار فيجن بتيجي بارلل، انما في النير لما ابص للكتاب الاشعه جايه متفرقه. فاحنا مش بس بنزود قوه اللينز يا في نمره واحد، وبنختار حته اقوى في اللينز، شوف الروعه، يعني زودنا قوه اللينز واخترنا حته اقوى اللي هي السنترال بارت. ازاي؟ بان الايريس يعمل بيبيلو كونستريكشن. ده ايه الروعه دي؟ ايه العظمه دي؟ يعني انت
قويت اللينز ومش كده وبس، واخترت اقوى حته في اللينز بانك عملت بيبيلو كونستريكشن. يبقى اتعلمنا معلومه هنا في الام اس كيو ان اللينز دي مش ازاز، دي كائن حي عندها ديفرنت فايبرز اوف ديفرنت ايجز. افتكرها في الام اس كيو، اللي بره ده النيو واللي في النيوكلياس ده الاولد، يدخل لجوه الاولد ويتعمل نيو، يدخل الاولد ويتعمل نيو، ديفرنت ريفراكتيف اندكس ديفرنت ريفراكشن، فعش كده بيحصل بيبيلو كونستريكشن. يبقى البيبيلو كونستريكشن حصل يا شباب للاسباب الاتيه: واحد، عشانك لما بتقرا لازم تقلل كميه الضوء اللي بتدخل العين فبتعمل ضيق في حدقه العين بيبيلو كونستريكشن، لازم تقلل سفيريكال كروماتيك ابريشن. نمره 2، استخدم جزء اقوى في اللينز. ثالث حاجه بتحصل، تغير بيحصل في العين لما نبص للكتاب: كونفيرجنس اوف بوث ايز، وده بيحدث فولانتري يعني اراديا. خد بالك بقى، يبقى نمره 1 و2 اللي هما الاكوموديشن والبيبيلي كونستريكشن انفولانتري، نمره 3 اللي هو الكونفيرجنس اوف بوث ايز انك تقرب عينيك لبعض ده فولانتري، بيحدث بايه بقى؟ بكونتراكشن اوف ميديا ريكتاي ماسل. طب ليه بنعمل كونفيرجنس؟ عشان الـ الـ الكلمه اللي بنبص عليها تقع في العينتين على الفوفيا سنتراليس. فاكر الفوفيا سنتراليس اللي هي البؤره المتوسطه اللي هي احسن حته بنشوف بيها، اللي ما فيهاش غير كونز بس، والكونز بتتميز بال1 تو 1، النقطه نقطه 1 تو 1 كونكشن. طب لو انت اثبت لك انها فولانتري، بص للكتاب واحول عينك، حولها هتلاقي شفت الكتاب اتنين. يعني انت عشان اثبت لك انها فولانتري انك تقدر تمنعها بانك تحول عينك، اميديتلي هتشوف الكتاب ايه؟ كتابين. خلاص جرب. يبقى انت ليه عملت كونفيرجنس؟ تو بريفنت دبل فيجن، تو بريفنت ديبلوبيا، في الطب بنسميها ديبلوبيا. يبقى في عجاله يا شباب، قلنا اول نقطتين في النير ريسبونس، وتكتب لي على ده سؤال نظري مهم واساله: ما هو النير ريسبونس او النير ريفلكس او النير ريفلكسز؟ منهم ثلاثه. هتقول هو الاي تشينجز، التغيرات اللي بتحدث في العين وين لوكينج ات نير اوبجكت. طب الميكانيزمز؟ ثري ميكانيزمز يقوم بهم العصب الثالث، ده مصادفة جميلة، ثلاثة بيقوم بيهم العصب الثالث اللي هو الأوكوموتور، إنما الفه عصب واحد يعملهم في آن واحد عشان الموضوع يبقى انهارني في تناسق. كان أولهم الأكوموديشن، خلاص؟ هذا الأكوموديشن اللي هو إنك تزود الدابتريك باور أوف لينز وإنفولانتري. وقلنا الأكوموديشن بيحدث في الأنتيريور سيرفيس أوف لينز، وقلناها ليه؟ هي اللي بتزيد، وهتشرحها على النحو الآتي: إن ثلاث جمل من الخارج للداخل، السيلياري ماسل تو كونتراكت، فالسسبنسور ليجمنتس تبقى لاكس، فالإلاستيك كبسول يخلي اللينز سفيريكال، أكوموديشن في الأنتيريور سيرفيس ناحية الأكاسيومر عشان يبقى أسهل ويزق الأكاسيومر يساعد السيركليشن. في نقطة تانية رائعة تدل على أنه وراء الخلق خالق، أن ربنا وضع الحكمة في خليقته. يعني احنا عارفين الاكوموديشن بيحدث في اني سيرفيس؟ في الانتيريور سيرفيس. فشوف ربنا سبحان الله خلى السيركولار ماسل ما هياش بس فيها سيركولار فايبرز تو كونتراكت فالليجامنتس تريلاكس فتاخد الشكل السفيريكال، ده فيها راديال فايبرز، هي عارفه ان احنا عاوزين نكور الانتيريور سيرفيس. فحقيقه الامر السيلياري ماسل مش بتكونتراكت بس ميديالي لجوه، لكن ميديالي اند فوروردز، ميديالي اند فوروردز، فالراديال فايبرز بتبول اجينست الانسيرشن، اجينست الانسيرشن، عشان كانها عارفه ان الانتيريور سيرفس هو لازم يتكور، فبتمنع الشد الخلف، لان احنا عاوزين الانتيرو مش الخلفي هو اللي يتكور. This is why السيلياري ماسل فيها تو تايبس اوف فايبرز الاوائل. الاهم طبعا السيركولار تو كونتراكت، الليجمنتس ريلاكس، اللينز تبقى سفيريك خاصة انتيريو، وفيها راديال فايبر دي بول اجينست الانسيرشن، يعني كانها حقيقة امر بتكونتراكت ميديالي اند فوروردز، لانها عارفة ان الانتيريو سيرفيس هو اللي لابد ان يتكور.
سبحان الله. ثم نيجي البيبيلي كونستريكشن، وده برضو انفولانتري، وقلنا لاسباب ثلاث هنشرحها مع الايرس باذن الله، عاوز تراجعها راجعها في الفيديو دلوقتي. وتالت حاجه هي الفولانتري، ده سؤال ام اس كيو، دول انفولانتري ودي فولانتري كونفرجنس اوف اي. ليه؟ تو بريفنت دبل فيجن، اللي هي في اللغه الطبيه تو بريفنت ديبلوبيا. النقطه الثالثه في ني ريسبونس، بعد ما قلنا الديفينيشن والميكانيزم، نقول الباث واي. نيرفس باث واي، الاول عاوز اتفق معاكم على حاجه يا شباب، انه حب النظام ما عشقت مثل عشق النظام. في اي فيجوال ريفلكس هنشرح ثلاث نقاط، الافرنت والسنتر والايفرنت، لازم تشرح ثلاث نقاط. وبعدين هناخد نحط الاول فاونديشن، وبعدين ندخل في التفصيلات. المذاكره فن زي ما قلت لك، تحصيل فن اخر، اجابه فن ثالث، هشرح كل في اوانه، اشرح كلا في اوانه. طيب نيجي الافرنت، فكر معايا، حط خطوط العامه الاول. هل انا يلزم ان اشوف الصوره عشان اكوموديت، ولا ممكن اكوموديت من غير ما اشوف الصوره؟ طالب قال لي ممكن تقولها لنا بطريقه طفوليه اسهل. انا بعرض صوره ببروجيكتور على الحائط اللي ورايا، يعني البروجيكتور جنبي والصوره ورا، ينفع العب في البروجيكتور واوضح الصوره اللي على الحائط من غير ما ابقى شايف الصوره؟ ايه رايك؟ يعني لوحدي ده، ما تقولش واحد بيساعدك يقول لك اعمل، انت صوره وراك، هل ممكن تلعب في البروجيكتور وتوضح الصوره من غير ما تبقى باص على الحائط وتقعد تغير في العدسه لحد ما توضح؟ لا، لازم ابقى شايف. لانه انت عارف ايه الاستيمولس الحقيقي للاكوموديشن، بس ما حدش هيسالك دي، ان انت لما بتنقل عينك من الفار فيجن للكتاب، في الاول الايمج بيبقى مش واضح، فده هو اللي بيستيميليت حدوث الاكوديشن، انك شفته مش واضح، فالبرين بعت امبلس يوضح الصوره، بس فائق السرعه من غير ما حضرتك تدرك. يبقى لازم ابقى شايف عشان يحصل اكوديشن، زي ما مش ممكن اظبط الصوره بتاعت البروجيكتور من غير ما ابقى شايف، فلازم الافرنت يبقى الفيجوال باث واي. فيجوال باث واي، وده هنشرحه في المحاضره الثالثه او الرابعه باذن الله، اللي هي الاخيره في الفيجن. اللي هو مين بقى؟ يعني في عجاله، بس مش هو ده الشرح. اوبتيك نيرف، اوبتيك كازما، اوبتيك تراكت. اوبتيك كازما اللي بيحصل عنده كروسنج للنيزل فايبرز، يبقى ثلاثه اوبتيك، اوبتيك نيرف كازما تراكت. ثم هنا الثالاموس اللاترال جينيكلب بادي، يطلع منها اللاترال الاوبتيك راديشن، من اللاترال جينيكلب بادي يطلع الاوبتيك راديشن، يروح للاريا بتاعت الفيجن 17 و18 و19 اللي بتعمل العمله دي، هي 18 و19. يعني انت ما تكتبش ده، انت اكتب لي الافرنت والفيجوال باثوي. طب نيجي السنتر، نحط القواعد، علمتك كل الاي ريفلكسز السنتر بتاعها في الميد برين. ميد برين يوم ما تبقى مش عارف ميد برين فين، على وجه التحديد في السوبيرور كوليكولاس، الكره العليا. سوبيرور يعني اعلى، كوليكولاس يعني كره، الكره العلويه، لان الانفيرو كوليكولاس دي بتاعت الهيرينج، السوبيرور بتاعت الفيجن. طب نيجي الايفرنت، لطالب زكي قال لي ما انت قلته. قلت له يعني ايه؟ قال لي مش انت قلت ان الثلاث تغيرات لابد ان تحدث بعصب واحد عشان يبقوا ينهارني، تصادف ان العصب الثالث اللي هو الاوكيلوموتور، يبقى لازم يبقى الاوكيلوموتور. يبقى ده الفاونديشن، الاساس. يبقى اي فيجوال باث واي يا اولاد هنشرح في ثلاث نقاط، نقول الافرنت والسنتر والايفرنت. السنتر ده في كل ريفلكس اللي هو ميد برين، يعني ده على الاقل تبقى ضامنك نمره، اي حاجه في الاي السنتر بتاعها الميد برين. خلاص؟ لان الميد برين ده اللي بيطلع منه اهم عصب العين، الاوكلوموتور بتاع العين. دي صغير اللي عاوز تفتكر ليه؟ ميد برين. طب الافرن تسال روحك، هل الريفلكس يقتضي ان انا ابقى شايف ولا مش لازم ابقى شايف؟ تفرق. طبعا انا هاكوموديت على صوره لازم ابقى شايفها، العين تظبط روحها لحد ما الصوره توضح، بس بسرعه فائقه انت ما لاحظتهاش، بس 100% ده اللي حصل، يبقى فيجوال باث واي. طب والايفرنت الاوكيلوموتور؟ هنا بقى مره زميل فاضل
يعني حسيت يعني كنا بنمتحن شفوي، لابد الاوكلوموتور هنا ما يبقاش الباراسمباثاتيك بارت بس. الزميل الطالب جاوب الباراسمباثاتيك، قاعد يقول لي بقى ايدنجر فيستيفال وبري جانجلونيك وسيلياري جانجلون وشورت سيلياري نيرف، فقال له ممتاز. بعد مش قلت له الاجابه خطا، بس مش هنقص الطالب، لان النير ريسبونس فيه كونفرجنس، دي سوماتيك ملاش دعوه بالباراسمباثاتيك خالص. الاوكلوموتور بيشتغل بشقيه، الباراسمباثاتيك بارت يعمل الاثنين الانفولنتري اكوموديشن والبيوبيلو كونستريكشن، انما السوماتيك يعمل الفولنتري بارت كونفرجنس. دي الاجابه بتاعت اوائل. يبقى الاوكلوموتور هيشارك بشقيه، الجزء السوماتيك الفولنتري هيعمل الكونفرجنس الميديا ريكتاي، والجزء الانفولنتري يعملوا الباراسمباثاتيك بارت هو الاكوموديشن والبيوبيلو كونستريكشن. طب تعال نبص على الرسم. فهنا عندي الثيرد نيرف، حتى انا بقى بحب الالوان قوي، السوماتيك رسمته لك باللون الازرق، ده يعمل الكونفرجنس، وال باراسمباثاتيك بارت يعمل الاكوموديشن والبيوبيلو كونستريكشن. ده الاجابات بتاعت الاوائل، وهنا وهنا فقط يصنع الاوائل، هنا بنطلع دكاتره فاهمه. يبقى السوماتيك بارت احنا عارفين بيبقى وان انفرين، مفيش جانجل لحد ما يوصل لل ميديال ريكتس ماس اهو، عشان كده رسمها لك رسومات براعة الدقه العلميه جدا. بينما الباراسمباثاتيك الاوتونوميك تو انفرينز، بري جانجليونيك تملي يبقى طويل وبوست جانجليونيك قصير، فهنا بري جانجليونيك وبعدين الجانجلون بيسمينا حسب اهم وظيفه، اهم وظيفه اللي هي الكونتراكشن اوف سيلياري ماسل، فعشان كده بيسموا دي سيلياري جانجلون. تملي بياخدوا اسم الجانجلون من اهم وظيفه، اهم وظيفه في النير ريسبونس هي الاكوموديشن هي الكونتراكشن اوف سيلياري ماسل، فسموها سيلياري جانجلون. والبوست جانجليونيك بيبقى شورت، وفاهم ليه شورت؟ مش هتشرح بس انا اذكرك، لان البري جانجليونيك بيبقى بي فايبرز ثين مايلينيتد، سريع بسرعه 10 متر، بينما البوست جانجليونيك بيبقى سي ان مايلينيتد، بطيء بسرعه متر، فبما يدل على انه وراء الخلق خالق، ان ربنا بيطول الحاجه الحلوه السريعه، واحنا قلنا ده فائق السرعه، فائق السرعه. فالبري جانجليونيك طويل جدا جدا اللي هو بي ثين مايلينيتد 10 متر في الثانيه سريع، والبوست جانجليونيك اللي هو سي فايبر اللي هو غصب عننا لازم يبقى مايلينيتد يبقى بطيء، ربنا قصره جدا لدرجه تسموا النيرف شورت، شورت سيلياري نيرف، مفيش وقت نضيعه، شورت سيلياري نيرف. يبقى دي الاجابه النموذجيه. يبقى النقطه الثالثه اللي هي الفيجوال النيرفس باث واي هتشرحها في ثلاث نقاط. يبقى تشرح النير ريسبونس في ثلاث نقاط، الديفينيشن وبعدين الميكانيزمز وبعدين النيرفس باث واي. اي باث واي هتتكلم عليها تقول افرنت وسنتر وايفرنت، خدناها فهم. تسال روحك الاول هل الافرنت لازم اشوف الصوره ولا ممكن اكوموديت وانا مش شايف؟ لازم اشوف، يبقى هي الفيجوال باث واي. فين السنتر؟ كل الاي ريفلكسز من البرين. فين الايفرنت؟ للاوائل الاوكيلوموتور بشقيه، السوماتيك يعمل فولنتري بارت اللي هو الكونفرجنس، والباراسمباثيك يعمل الانفولنتري بارت اللي هو الاكوموديشن والبيوبيلو كونستريكشن. يبتدي بالنيوكلياس، ادينجر فيستيفال نيوكلياس، هي بالدبليو بس الماني فتنطق في، ده بيطلع منها البري جانجليونيك، وسيلياري جانجلون يطلع منها الشورت سيلياري نيرف. لو في حاجه فوق الفول مارك ثق هيدوها لك. نيجي تو نوتس مهمين جدا. دلوقتي لو انا حطيت في عينك قطره باراسمباثوليتيك، وقفت الباراسمباثاتيك باني اديتك اتروبين، ده يوقف اني عمليه الطالب فاهم؟ باراسمباثوليتيك، يبقى يوقف اللي بيحصل بالباراسمباثاتيك بس اللي هو الاكوموديشن ما تحصلش والبيبيلو كونستريكشن. يبقى هنا بدل بيبيلو كونستريكشن يحصل بيبيلو دايليتيشن او مدريازيس. طب وهنا مفيش كونتراكشن اوف سيلياري ماسل، باراليسيس اوف سيلياري ماسل، فيسموه، شوف الاسم الجميل ازاي، سايكلوبليجيا. بليجيا يعني شلل، مش يقول لك عين عنده هيمي بليجيا يعني شلل نصفي، هيمي عن نص وبليجيا يعني شلل. هنا مين اللي اتشل؟ السيلياري ماسل،
فعشان كده يسموها سايكلوبليجيا. ده واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو. ايه تاثير الباراسمباثوليتيك اتروبين دروبس قطره الاتروبين على النير ريسبونس؟ ما تضيعهاش كلها، تضيع اهم اثنين اللي هما الاكوديشن لان حصل باراليسيس في السيرا مسل سايكلوبليجيا وبيبيلو كونستريكشن احسن بيبيلو دايلتيشن. طب نيجي الاكوديشن، قلنا ان اللينز يا شباب ده سؤال الام اس كيو قوتها ديورينج ريست 20 ديوبترز في بعض الكتب و22 في كتب اخرى. هاويفر تقدر تغير روحها 14 دوبتر، يعني تقدر تزود قوتها 14 دوبتر. تصور ده مش عند حضرتك، ده وانت عندك 10 سنين بس، تقدر يزيد ال20 او ال22 حسب الرقم تزوده تحط عليهم 14، يعني 20 يبقى 34 مثلا، 22 يبقى 36. يبقى الاكوموديشن هي الفرق بين قوه اللينز ديورينج ريست وقوه اللينز مع الماكسيمم اكوموديشن. اسالك سؤال، الماكسيمم اكوموديشن تحصل امتى؟ تفتح ودنك، تفتح ودنك. يقدر الانسان الطبيعي، الطبيعي بتكلم عن نورمال، يقرب الجسم من عينه ويشوفه بوضوح شديد شديد لحد 10 سم، 10 سم ده الماكسيمم اكوموديشن. وفي الحاله دي اللينز بتزود روحها كم مره؟ 14 دوبتر. واحد يقول لي بس قالوا لنا لما تيجي تقرا حط الكتاب على بعد 30 سم على الاقل. طبعا ان مش عاوزينك تستخدم الماكسيمم اكوموديشن، وانا بديك عربيه منطق الحياه السولجيكا من الحياه، السرعه القصوى بتاعتها 240 كيلومتر في الساعه، يبقى معناها ان انت تمشي على سرعه 240؟ لا، محدش عمره بيحاول يستخدم الماكسيمم. الماكسيمم يحصل لما يبقى اكوموديشن الجسم يبعد على بعد 10 سم. ده سؤال شفوي وسؤال الام اس كيو. النير بوينت، النير بوينت لما يسألك النير بوينت اللي هي أقرب نقطة يمكن أن يوضع عليها الجسم ويرى بوضوح شديد 10 سم. في الحالة دي اللينز بتزود قوتها 14 دوبتر. لو حضرتك عندك 10 سنين، بتقدم العمر بقى بيحصل بروتين ديناتوريشن في اللينز، بتفقد الإلاستيستي، بتفقد مقدرتها على التكور، فالأكوموديشن باور بيقل. دلوقتي حضرتك وأنت عندك 20 سنة ما تقدرش زي وانت عندك 10 سنين، يبقى 10 دوبترز بس. وانت عندك 50 سنة خلاص تقدر تزودها 2 دوبتر فقط، 60 1 دوبتر، تحفظ الليست دي. يبقى عن سن 10 سنين تزود 14 دوبتر، وانت في شباب ابتدى بقى يحصل الضعف في الاكوموديشن 10 دوبتر بس. يبقى 10 14 دكتور، 20 10 دكتور، 50 2 دكتور، 60 1 دكتور. يبقى ده درة هذه المحاضرة وهو النير ريسبونس. انتقل الموضوع الثاني وهو مهم جدا اللي هو الايرز اوف ريفراكشن، اخطاء الانحراف. اخطاء الانحراف يعني طبعا ما نقصدش الانحراف يعني الانحراف في الحياة انك تبقى منحرف، لا، نقصد الانحراف البصري. في اربع امراض في العين. ده بقى موضوع لطيف ليه؟ احنا بندرس حاجات كلينيكية، وده يعني ميزة الطلبة في الفرقة الثانية ان هم كمية الامراض اللي بياخدوها كتير. وزي ما كنت بقول لزملائكم في محاضرة بالامس انه الفسيولوجي ده هو الفاونديشن بتاع الطب، وثقت لهم عدة أدلة. واحد، إنه جائزة نوبل تعطى في الطب والفسيولوجي، ميديسن أند فسيولوجي، جائزة واحدة في الاثنين. طب ليه خلوا مش ميديسن مثلا وباثولوجي، ميديسن أند فسيولوجي؟ لأن تطور الطب مقرون مقرون بالتطور في الفسيولوجي. وأقول لك حاجة، معظم الجوائز اللي أخذت في الميديسن في الطب والفسيولوجي كانت في الفسيولوجي. وقلت لهم حتى في الاستايل كولين جايز نوبل، في النور ادين جايز نوبل، في الـ في الـ في الـ في الشانلز بتاعت نيرفا مصر جايز نوبل. فانا مش بقول ان الفسيولوجي هو الاساس، لانه مثلا يعني عشان
انا بدرس فسيولوجي، لا، لان هو فعلا الاساس. ودليل هو جائزه نوبل بألفريد نوبل ده اللي هو يعني اتعملت على اسمه، بتعطى في الميديسن والفسيولوجي مع بعض، وفي معظم مرات كانت في الفسيولوجي. تطور الطب مقرون بتطور الفسيولوجي. طب اقول لك حاجه تاني اعتبرها فقط معلومات عامه. كان اول بارحه معايا صديق مهندس عنده ابنه هنا في اليونيفرسيتي اوف تورونتو اللي بيسموها يو اف تي، بيفهم عربي فبيسمعني، بيسمع بس ما بيسمعش البث المباشر، انه بيبقى هنا الساعه 12 بيبقى هو بيشغل في الكليه، بيسمعه مع زملائه العرب اللي بيفهموا عربي طبعا، لازم بيسمعوها يعني بالليل على اليوتيوب. باذن الله اذا كان في العمر بقيه وفرق من التسجيل بالعربيه، السنه القادمه باذن الله هعمل مجموعه بقى باللغه الانجليزيه فقط اللي بيحبوا يفهموا انجليزي، عشان برضو الحمد لله عندنا عدد من المريدين سمعوني من الطلبه بقوا دكاتره دلوقتي من الامريكان والكنديين، فاعملها بالانجليش بس بالسنه الجايه. خليني فيكم انتوا الاول، انتوا ابناء عروبتي اهتم بيكم اول، هقول السنه دي بالعربي. فبيسالني انت بتقول لهم الفسيولوجيا مهم قوي، قلت له اه طبعا يا باشمهندس. قال لي ليه؟ قلت له اقول لك في عجاله، يعني هو انت ينفع تصلح عربيه يعني من غير ما تبقى فاهم الميكانيزمز النورمال لهذه العربيه؟ يعني احنا في الطب وظيفتنا نصلح الخلل في الهيومن بودي، هل ممكن نصلح ده وظيفتنا الوحيده كاطباء تصليح الخلل في الهيومن بودي، هل ممكن نصلح الخلل في الهيومن بودي الخلل واحنا ما نعرفش النورمال ميكانيزمز بتاعت هذا البادي اللي هي الفسيولوجي؟ قال لي معاك حق، كلام صحيح، مش ممكن احط ايدي ونصلح عربيات من غير ما نعرف هي شغاله ازاي اساسا النورمال فانكشن. This is why الفسيولوجي يعني كروشيال، اساسي في فهم الطب، مش ان انا عشان فسيولوجي بقول لك هو مهم. والدليل ان جائزه نوبل بتعطى في الميديسن والفسيولوجي جائزه واحده، وغالبا غالبا الحاصلون عليها بيبقوا فيسيولوجيس. اي هوب تبقى وصلت الفكره. فعاوزك من فضلك اهتم بالفسيولوجي كويس قوي. اسمع محاضرات لعبد الله. ناس كتير قوي بيعتمدوا على التلقين والتحفيظ وزي الكتاتيب. هنا محاضره للفهم ولا شيء سوى الفهم والفهم العميق. تعال بقى ندخل ايه امراض لطيفه قوي، حتى يعني مش فيسيولوجي، هو الخلل بقى. Errors of refraction، أخطاء الانحراف، نقصد في البصر. في أربع أمراض في العين جمال قوي، وده سؤال نظري مهم، يعني اللي قبليه كان مهم وتسأل أكثر أهمية، اللي هو لأن إحنا فيسيولوجي أساسا. نيجي الأمراض. أول مرض اللي هو الميوبيا، اللي هو قصر النظر، short sightedness، قصر النظر. الأول برضه عشان تفهم فهمك النورمال. هنا سؤالين مهمين جدا جدا جدا، لسه قايل لك واحده فيهم. اللي باللون الاسود ده النورمال، اه على فكره الاحمر او الازرق ده الابنورمال، يعني تاني نتفق الاسود ده النورمال. انت لازم تعرف لي معلومتين عن النورمال اي، لابد ان تعرف معلومتين عن النورمال اي. المعلومه الاولى لسه قايلها، ان النير بوينت في الشخص الطبيعي 10 سنتيمتر. يعني ايه نير بوينت؟ اللي هي اقرب جسم يمكن ان يوضع من العين ويرى بوضوح شديد، 10 سنتي. طب تاني حاجه، without accommodation، يعني من غير ما تجد العين، من غير ما تكونتراكت سيلير ماسل. ما هو اي عضله تكونتراكت هتجهد، حتى السيلير ماسل اللي جوه عينك بيقول له قعدت عامل لها كونتراكشن على طول، لان عندك خلل في الانحراف بيجي لك صداع في الاخر. هديك without accommodation، من غير اي اجهاد في العين. يعني ايه من غير اجهاد العين؟ يعني من غير ما تعمل كونتراكشن في العضله بتاعت العين اللي اسمها السيلير ماسل. parallel rays اهي باللون الاسود normal comes to converge on the retina. يبقى يوجد كم مواصفه للعين الطبيعيه؟ اقولهم تاني في عجاله. النير بوينت 10 سنتي، وفاهم يعني ايه. والأشعة المتوازية اللي جاية من الفار اوبجكت without accommodation، من غير أي إجهاد العين، تتجمع على ريتنا. Come to converge to a point on the retina. برضه معلومة طريفة هنا
هو احنا بنعتبر الفار اللي هو الاشعه جايه متوازيه منين؟ طبعا من ما لا نهايه. انما اقول لك انا احنا بنعتبرها من اول 6 متر الاشعه بتيجي متوازيه. من اول 6 متر بنعتبر الاشعه متوازيه. وبقول لك ليه احنا بقى في المحاضره الثالثه بنوقفك على اللوحه اللي بتشوف فيها اختبار البصر على بعد 6 متر بس. لان من اول 6 متر الاشعه جايه متوازيه، عينك لا تستخدم الاكوموديشن، واحنا عاوزين نشوف قوه ابصارك بدون اكوموديشن. يبقى اتعلمنا نقطتين عن العين الطبيعيه، النير بوينت 10 سنتي والبارالل ريز الفار اوبجكت كم تو كونفرج البارالل ريز اون ا بوينت اون ذا ريتنا وداوت اكوموديشن. طب تعال نتعلم الميوبيا. عندي هديه ليك. كلنا عارفين انه في المحلات زي كارفور موجود عندنا في معظم البلدان العربيه يقول لك اشتري ب 100 جنيه هنديك هديه ب 20. حلو؟ يعني دي لو اشتريت ب 5 قروش هتاخد قرش، ب 100 جنيه هتاخد 20. حلو جدا، ونبقى مبسوطين جدا وبنحرص نشتري عشان نكمل ال 100 جنيه عشان ناخد ال 20. ايه رايك بقى انا عندي هنا ديل احلى من كارفور. اشتري مني بجنيه واحد معلومه واحده وانا هديك ببلاش عليها 5 معلومات، في ديل احسن من كده؟ اهو افضل من كارفور. معلومه واحده خدها عن قصر النظر وهديك عليها 5 معلومات بالفيه ببلاش. واحد قال وريني يلا، عاوز تشالنج يلا تشوف. وحتى المعلومه دي عندي هديه فيها، هقولها لك بطريقه ولن تنسى. اسمعني كويس، هتقعد فاكر صوتي. اللي عنده قصر نظر، قصر بالعكس عينه أطول من العين الطبيعية أهي باللون الأحمر. حلو قوي قوي، يبقى حاجة حتى لا تنسى، التضاد فيها خليني فاكرها ما حييت. إيه مشكلة اللي عنده قصر نظر؟ إن عينه أطول من العين الطبيعية. خد بقى المعلومات ببلاش اللي أنت هتقولها. يبقى دام عينه أطول يبقى parallel rays come to converge to a point in front of retina ببلاش أهي. يبقى البارال ريز تتجمع in front of retina. يبقى هذا الشخص in need of إيه بقى؟ عاوز يقرب الأشعة ولا عاوز يفرقها عشان تيجي على retina؟ يبقى هذا الشخص is in need of more divergence، عاوز تفريق. يبقى التالتة يعالج بدايفيرجنت لينز. يعالج بإيه؟ بدايفيرجنت لينز. يبقى العدسات اللي بيلبسها اللي عنده قصر نظر دايفيرجنت، لأنه عاوز يفرق الأشعة شوية عشان تيجي على الريتنا. يبقى يعالج بدايفيرجنت لينز. طب أهم سؤال بقى، النير بوينت عنده يبقى على مسافة قد إيه؟ هذا الشخص أنت كل ما بتقرب الجسم الأشعة بتخرج أكثر تفريقا. يعني كل ما تقرب الأشعة بتخرج أكثر تفريقا، هو عاوز تفريق. يبقى يقدر يقرب الجسم الأقرب من 10 سنتي ويراه بوضوح شديد، يبقى النير بوينت عنده أقل من 10 سنتي. ولهذا السبب، وهذا السبب سمي قصر نظر. سؤال ما بيجاوبوش معظم الطلبة في الشفوي. يبقى ليه بنسمي المريض عنده قصر نظر؟ مش عشان القريب والبعيد، الاجابات العبيطه دي ما تقولهاش، اكوردنج لحاجه واحده بس، النير بوينت ليس ذان 10 سنتيمتر. ليه؟ لان هو عاوز دايفيرجنت، انت كل ما بتقرب الاشعه بتخرج اكثر تفريقا، كل ما بتقرب اكثر تفريقا، وهو عاوز تفريق. فيبقى النير بوينت عنده ليس ذان 10 سنتيمتر. سؤال في الشفوي يقول لك واي اتس كولد شورت سايتدنس، تقول له لانه النير بوينت ليس ذان 10 سنتيمتر. طب ايه رايك بقى الاكوموديشن؟ تحسن الحاله ولا تسوقها؟ فكر معايا. الاكوموديشن بتعمل مور كونفيرجنس، وهو عاوز دايفيرجنس. يبقى الاكوموديشن ميكس ذا كونديشن وورس. 5 جمل ببلاش اهو، انت اشتريت مني معلومه وصعب تنساها. اللي عنده قصر عينه اطول من العين الطبيعيه. اللي عنده قصر عينه أطول من العين الطبيعية، بس دي اللي أنا عاوزك تحفظها. وبعديها بقى لو أنت طالب ذكي تستنتج 5 معلومات. بتاخد معلومة مني
واحده وبديك خمس معلومات فور فري احسن من كارفور يا عم. اهو انت هتشتري حاجه واحده، انه اللي عنده قصر نظر عنده لونج اي. هنا بقى للاوائل، في نوعين من قصر النظر، ممكن يبقى ابسوليوت او ريليف. يعني ايه ابسوليوت؟ يعني عينه فعلا اطول من العين الطبيعيه، طبعا بتبقى ملي مترات، يبقى ده ابسوليوت فعلا ابنورمالي لونج اي. لكن في حاله ريليتيف، انه الكيرفيتشر بتاعت اللينز والكورنيا قويه زياده عما ينبغي، يعني في انكريست كيرفيتشر اوف لينز اند كورنيا، فبتجمع الاشعه اقرب من ريتنا. بتفهم عربي؟ فلان اللينز والكورنيا قويه جدا جمعوا الاشعه في نقطه قدام الريتنا، فبدت العين بدت كانها اطول، يبقى طول نسبي، يبقى فعلا طويله فعلا، ده ابسوليوت يا اما ريليتيف. زياده الكيرفيتشر اوف لينز اند كورنيا خلى العين تبدو اكثر طولا. وبعد كده بقى نقول الخمس معلومات اللي اتفقنا عليها. بصوا للرسمه تاني، يبقى دام عينه اطول يبقى parallel rays come to converge. قول انت in front، يبقى هذا الشخص in need of more convergence ولا more divergence؟ more divergence، يبقى يعالج نمره 3 بdivergent lens. طب النير بوينت، كل ما بتقرب الاشعه بتخرج اكثر تفريقا، كده مفرقه كده، تقرب اكثر يبقى اكثر تفريقا، يبقى النير بوينت عنده less than 10 سنتيمتر less اهي. ولهذا السبب، وهذا السبب وحده سمي قصر نظر. ده سؤال شاب مهم جدا. طب الاكوموديشن بيجمع وهو عاوز تفريق، يبقى الاكوموديشن ميكس ذا كونديشن وورس. طالب قال لي بس انت علمتنا الفه، سيبنا انا بقى اقول لك الهايبرمتروبيا. اقول الهايبرمتروبيا الاول قبل ما ننتقل للهايبرمتروبيا. طالب قال لي هي ليه سموها مايوبيا؟ قلت اتعلمنا ترمينولوجي، ليه قصر نظر سموه مايوبيا؟ فكر معايا، قبل النظارات كان الناس اللي عندها قصر نظر مشكلتها ان عينها ايه؟ عينها اطول. يبقى حتى دلوقتي مع وجود النظارات، لو واحد عنده مايوبيا بيدور على نظاره مش لاقيها، واضطر يمسك كتاب عاوز يقرا مش لاقي النظاره، يبقى يعمل ايه؟ عينه اطول، يبقى يسكويز عينه، يعني مع التعبير البلدي بتاعنا يزور عينه جامد، يضغط على عينه كده عشان يأثرها شويه عشان يجيب الصوره على الريتنا. فتخيل قبل النظارات كان الناس اللي عندهم مايوبيا تملي عاملين عينيهم بالشكل ده، يعني هو بيقرا بيحاول يأثر العين شويه، ما هي طويله شويه بيأثرها عشان يقرا. فتخيلوا ان الخلل في عضلات البصر، عشان كده سميت مايو. مايو يعني عضله مايوبيا، ادي اصل التسميه. انما طول النظر لا، الموضوع سهل جدا، سموها هايبرمتروبيا، كلمه مفسره روحها، زياده في مقياس النظر. هايبر حتى انا بحب الالوان قوي، متروبيا. دلوقتي عندنا ميزه في الفيديوهات ان نقدر نلون ان الصوره ملونه، هايبرمتروبيا. طالب قال لي من فضلك انا عاوز انا اقولها، يعني احنا هناخد واحد وكارفور هيدينا خمسه، ايه المعلومه؟ حتى المعلومه دلوقتي بقت سهله، اللي عنده طول نظر ايه رايك بالعكس؟ حاجه لا تنسى، مش هتنساها مع حياتك، عينه اقصر من العين الطبيعيه اهي، قلنا الطبيعيه باللون الاسود، هنا عينه اقصر، يبقى ابنورمال شورت اي، وبرده في ابسوليوت وفي ريلاتيف. طالب هيكمل بقى، ادام عينه اقصر، خمس معلومات اللي ببلاش، يبقى parallel rays come to converge. يلا قول انا سامعك، عينه اقصر، يبقى parallel rays come to converge to a point behind the retina. يبقى هذا الشخص المعلومه الثانيه، in need of more divergence ولا more convergence؟ in need of more convergence، المعلومه الثانيه. المعلومه الثالثه، يبقى يعالج ب convergent lens اللي هي by concave. خلاص؟ by convex اسف. باي كونفكس، الثانية كانت باي كونكيف. المعلومة الرابعة، النير بوينت، هو عاوز تجميع، كل ما بتقرب الجسم بتخرج الأشعة أكثر تفريقا، يبقى لازم يبعد النير بوينت، فالنير بوينت عنده أكثر من 10 سم. عشان كده بتلاحظ اللي عندهم طول نظر
لو مش لابس نظارة يمسك الجورنال بعيد قوي كده عنه وهو بيقرا. ولهذا السبب سؤال شافه هيسألك ليه سموا الهايبرمتروبيا هايبرمتروبيا دي؟ بقولها تاني، ما تقولش عشان بيشوف البعيد وما يشوفش القريب. العبط ده مش عاوز اسمعه. في حاجتين بكرهه، العبط وعدم النظام. تقول لان النير بوينت ابعد من 10 سنتي. طب ايه رايك بقى في الاكوموديشن؟ هو عاوز تجميع، والاكوموديشن بتعمل تجميع. يبقى ايه رايك؟ يبقى الاكوموديشن مش تحسن. تحسن ده للطالب الممتاز للاوائل. الاكوموديشن از اسينشال فور ذا كونديشن. الاكوموديشن اسينشال فور ذا كونديشن. اهي الاكوموديشن لازمه للحاله، اسينشال فور ذا كونديشن. ده بيستخدم الاكوموديشن في النير وفي الفار فيجن. ما هو حتى البارلل اهو، البارلل بتاع الفار فيجن ما بيتجمعش على الريتنا، بيتجمع وراها. فبيستخدم الاكوموديشن في الفار ويستخدمها اكتر اكتر في النير. يبقى طول النهار عامل كونتراكشن في السيلياري ماسل، فتتعب، يجي لها اسكيميك بين جوه، هنقولها مع السي ان اس. يبقى اسكيميك بين في العين، يعني بين في العين، يبقى هيدك، يبقى عنده هيدك. ده المايوبيا والهايبرمتروبيا كما ينبغي ان تفهم بطريقه العبد الله. معلومة واحدة تحفظها، ولو انت ذكي تحط عليها خمس معلومات ببلاش، احسن من كارفور ديل ما حصلش. معلومة لازم تاخدها وتاخد عليها ببلاش خمس معلومات، وحتى المعلومة دي هتظل ما حييت لن تنساها. اللي عنده قصر نظر عينه اطول وكمل عليها، اما اللي عنده قصر نظر فعينه، اللي عنده قصر نظر عينه أطول، أما اللي عنده طول نظر، طول نظر في عينه أقصر. يبقى معكوسة، اللي عنده قصر عينه أطول، واللي عنده طول عينه أقصر. وتحط عليهم الخمس معلومات. وما عشقت مثل عشق النظام، فبحب أحط التيبل فورمز اللي بياخدوا كل الزملاء بعد كده، which is okay. أنا عاوز كل الناس تستفاد، وأنا عارف إن الزملاء بيسمعوني بيستفادوا، ما بديش بالأمانة، ما بديش. لكل زميل بيسمعني انا بحييه على وقت انه بيسمعني بيحاول يعرف اكثر. مش عيب خالص، مش عيب خالص الواحد يسمع. انا شخصيا بقول تعلمت كثيرا من الطلبة. واقول لكم حاجة في عجالة، رحمه الله استاذي الجليل الدكتور محمد طلعت، ابو الفسيولوجي في مصر، احسن واقدم واستاذنا، استاذ كل الفسيولوجيست في مصر. كنت بأسعد ان انا اديني الفرصة ان انا اوصله بالعربية لحد بيته. ده شرف ليا. بنتسامر واحنا عارفة، بيقول لي انت عارف مين اكتر ناس هيعلموك فيسيولوجي؟ قلت له طبعا اساتذتي يا باشا. يعني انطلقت كده في الشباب الاولي في الدفاع، قلت له طبعا اساتذتي. قال لي لا. قلت له امال مين؟ قال لي الطلبة. فقبل ما انا اسأل ازاي يعني، قال لي بص انت يومك 24 ساعة. ده في كلية الطب القصر العيني في سنة أولى 1000 طالب، وفي سنة تانية 1000 طالب، وربما أكثر من ذلك بكثير. يومهم 2000 في 24. تخيل بقى كمية المعلومات اللي هيحصلوا عليها في 2000 في 24، 100% أكثر من أنت هتحصل عليه في 24 ساعة. بس شريطة أن كل واحد مهما صغر قدره تقعد تديله آذان صاغية وتسمعه بيقول ايه. لربما عنده معلومة تغيب عنك. اقول لك حاجة، ومن يومها مش في الطب بس، تعلمتها في الحياة من هذا الرجل الجليل رحمه الله، اني استمع الى الاخرين بانصات ماذا يقولون، مش بتريقة عشان هم اصغر سنا او اقل ما يعني في القامة العلمية. لا، اسمعهم كويس قوي. ربما ارى معلومة انا بسبب وقته جات له ما جات ليش انا. كانت هذه فقط المعلومات العامة. فحتى للزملاء اللي بيسمعوني انا مش متضايق، انا عاوز الكل يستفيد، كل يستفيد. طيب نيجي للمرض الثالث، وهو الاستيغماتيزم. نسمع ناس كتير عندها استيغماتيزم، والكلمة من اجزاء ثلاث. بشوف الالوان جميلة ازاي. استيغما يعني نقطة. ما يقول لك فلان ده حاسس ان عنده استيجما، يعني عنده نقطة. عارف اللي يقولها بالبلدي على راسه بطحة، حاسس ان عنده استيجما، صح؟ فاستيجماتيزم
إزم يعني مرض، آه يعني لأ، يبقى مرض اللا نقطة، مرض اللا نقطة أستيجماتيزم. ليه؟ تعال أوريك ليه، هرسمها في عجالة دلوقتي. أنا عشان أبص على نقطة وتبان حلوة زي الفل، كان نفسي يبقى في وقت أكتر أرسمها بصورة في دماغي كانت مختلفة شوية، بس زي بعض كويس أهي. يعني عشان شوف النقطة واضحة، نقطة اللي هي زي الدايرة دي اللي رسمتها لك دلوقتي، يبقى لازم يبقى عرضها زي طولها بالظبط، فشوفها واضحة. اللي عنده أستيجماتيزم في كيرف سليم في عينه، وليكن الأفقي في المثال اللي أنا اديته اهو، الأفقي سليم والرأسي لأ، فتلاقي الأشعة الأفقية اللي هو المحور الأفقي يتجمع زي الفل، الرأسي لأ، فالنقطة تنبعج، يبقى البوينت السين از لاين، تبقى ممطوطه كده من ناحيه، فالسين از لاين، عشان كده سموا المرض، حب قوي التيرمينولوجي ضمن الحاجات اللي علمتها لكم، استيجماتيزم، مرض اللا نقطه. واللاين، واللاين برضو تخيل اللاين له سمك معين بطوله، في حته ما سمكه باص، فهاف هالو يعني كانه فيه دايره. بس افهم منين جابوا كلمه استيجماتيزم، يعني ده حتى ده اختبار لطيف، ان ارسم نقطة سودة كده، حتى مش زي ما انا رسمتها بايدي بسرعة، هات كده مثلا كوين عملة وارسمها وسودها كويس، الشخص الطبيعي يشوفها زي الفل دايرة تمام، الشخص اللي هو عنده استيجماتيزم هيشوفها ممطوطة في ناحية ما. مهم، غالبا اللخبطة في الكيرفيتشر بتبقى في الكورنيا واحيانا في اللينز، واحنا فاهمين بعض، عشان كده كاتب لك الكورنيا بحروف كبيرة واللينز بحروف صغيره عشان ستيمولس هنا بقى اقوى. يبقى الاستيجماتيزم اسيمتريكال كيرفيتشر، تعريفه ايه؟ اسيمتريكال كيرفيتشر في الكورنيا وربما تكون في اللينز. طيب تعال نفهم بقى، يبقى هذا الشخص في حقيقه الحياه وضعه ايه بقى؟ لنفرض الشخص اللي انا اخترته ده، الشخص اللي انا اخترته عنده الافقي الكيرف الافقي سليم في القرنيه، الراسي بايظ، يبقى لما يبص هيشوف الاشعه الافقيه زي الفل لانها بتلاقي المنحنى السليم فهتتجمع الرتن، اما الخطوط الراسيه هتلاقي المنحنى البايظ فما يعرفش يجمعها رتنه، فبان فيك كده مش واضحه، يعني مش حلوه. طبعا العام مش هيشتكي الشكوى دي، ليه؟ لان الرؤيه مزيج من الافقي والراسي، مش هيبص لوشك يقول ما اجمل عيونك وحواجبك اللي هو الافقي وشنبك وفمك، وما أسوأ الراسي اللي هو الانف والودان والسوالف، مش هيقول كده، يقول لك وشك ملخبط. بس احنا لازم نفهم الخلل، مش لازم نفهم الفسيولوجي عشان نصلحه، مش قلت لسه قايلها من شويه، ازاي هتصلح خلل وانت مش فاهم الخلل؟ فالراجل ده عنده كيرف زي الفل اللي هو الافقي، مش عاوز العب فيه لان ده بيجمع الرتنا، لو لعبت فيه بوظته، وهو كويس زي الفل قربش من الافقي، امال عاوز تصلح انهي منحنى في العام بتاعي ده؟ الراسي اللي ما بيجمعش عرفه، يبقى عاوز عدسه ما تلعبش في الاشعه في اتجاه معين، ولكن تكسر الاشعه في الاتجاه المتعامد وتصلحه، ده الحل. ما فيش عدسة تعمل العملية دي غير العدسة الاسطوانية، يبقى العلاج سيلندريكال لينز. طبعا ما بيبقاش العدسة عبارة عن اسطوانة في النظارة، بتبقى بارت اوف سيلندر زي ما انت شايف كده، بحيث الخطوط الافقية هنا بتلاقي خط مستقيم فما تنكسرش. انا مش عاوز العب في الافق، الافق سليم تقعد زي ما هي، لان الازاز المستقيم لا يكسر الاشعة، بينما الخطوط الرأسية بتلاقي المنحنى فتنكسر فتتصلح. وهنا مفيش مانع يا أولاد أوريها لكم، لو أنا هذا الشخص اللي قلت أنا عندي مين؟ الأفقي، عندي الأفقي سليم، أدي العدسة اللي هي السيلندر أهي، السيلندر، يبقى الأشعة اللي جاية أفقية هتلاقي الخط الإيه؟ المستقيم، والخط المستقيم ده ما بيعملش حاجة، الإزاز المستقيم ما بيكسرش أشعة، بينما الخطوط الرأسية بتلاقي المنحنى فتنكسر وتتصلح.
يبقى علاج الاستجماتيزم لازم يبقى ايه؟ سيلندر، ما باخدش طعم، مش محطوط في النضاره السيلندر كله، شطفه منه ونفس القواعد. طب ويتحط ازاي بقى؟ الكيرف بتاع السيلندر، الكيرف يبقى ماشي مع المحور، مع 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 الكيرف البايس، يبقى لازم يبقى الكيرف ان ذا بلين اوف ايرور، الكيرف بتاع السيلندر ان ذا بلين اوف ايرور، في نفس مستوى الخلل، ان ذا بلين اوف ايرور. او بطريقه تانية ساعات بقى ايه، عاوزك تشوف فاهم في الام اس كيو ولا لا، يقول لك يتحط السيلندر بحيث ان الاكسس بتاعه ده الاكسس، ده المحور بتاع السيلندر، بيربنديكولار عمودي على المحور مراد اصلاحه، يعني تيجي بطريقتين، يا اما يقول لك الكيرف اللي بايظ عنده الراسي، يبقى انت عاوز تكسر الاشعه الراسيه عشان تصلحها، جيب على الريتنا، يبقى الكيرف بتاع السيلندر مع الكيرف اللي بايظ، دي طريقه. او الاكسس بتاع السيلندر اللي هو في الحاله دي افقي، هيبقى عمودي على المحور المراد، على الكيرف المراد اصلاحه، يبقى على البلين اوف ايرور، يبقى الاكسس يبقى بيربنديكولار تو ذا بلين اوف ايرور. حتى جايبها لك بكل الطرق اللي حافظ الاسئله وورد وايد. يبقى الكيرف يبقى ان ذا بلين اوف ايرور، الايرور دي طبعا دبل ار فيها ايرور، الايرور فيها ايرور حتى متصلحه تحت اهي. معلش لما بقول الكلام ده انا بكتبه في يعني في المساء وبسرعه، وما بيبقاش عندي وقت يا اولاد اقرا تاني، احنا انا تقريبا عندي كل يوم محاضره دلوقتي ثلاثه اللي كنت فقط، فمعلش اعذروني وبنصلح مع بعض واحنا بنقرا. فيبقى نحط الكيرف مع الكيرف، الكيرف ان ذا بلين اوف ايرور زي ما قلت لك، او الاكسس بتاع السيلندر يبقى بيربنديكولار تو ذا بلين تو بي كوركتد، بيربنديكولار تو ذا بلين اوف ايرور. وطبعا ما بنحطش السيلندر كلها، الاسطوانه كلها، بناخد شطفه عشان كده العدسه يبقى شكلها طبيعي. ده مرض مهم جدا اللي هو الاستجماتيزم، وتعلمت يعني لا، واستجما يعني نقطه، وايزم يعني مرض، مرض اللا نقطه. مش هعيد تاني زي ما اتفقنا عشان نمشي كتير، انت تقدر تعيد الفيديو. نيجي المرض الاخير في الايرج ريفراكشن، شوف محاضره قيمه ازاي ولطيفه، اتعلمت حاجات كتير اهو. اسمه بريسبايوبيا، بريسبايوبيا، اوبيا يعني بصر، بريسباي يعني خلل مع تقدم العمر، خلل مع تقدم العمر، يبقى خلل في البصر مع تقدم العمر، اللي هو ايه بقى الديفينيشن بتاعه؟ decreased في الإلاستيستي of lens by aging، decrease في الإلاستيستي of lens by aging. تعالوا عاوز اوريكم حاجة بسبب طبعا بروتين دي ناتوريشن، طبعا أهم سبب للبريسبيوبيا هو الإيجينج، خلاص الإلاستيستي بوز مع الإيجينج بسبب البروتين دي ناتوريشن. تعالوا حاجة لطيفة دلوقتي، احنا قلنا حفظ يعني حفظتها لكم بطريقه جميله، ان في الفار فيجن اللينز تبقى فلات، حلوه الاف مع الاف، مش احنا في الفار فيجن الاشعه جايه متوازيه، مش عاوز عدسه قويه، مش عاوزها كيرفد قوي، فعدسه فلات زي الشمامه، يبقى حلوه في الفار فيجن تبقى فلات، عمرك ما تنساها. بينما لما اجي اقرا كتاب دلوقتي، ابص على كتاب كده قصادي عاوز اقراه، في كتاب قصادي وعاوز ابص عليه، يبقى لازم اللينز تبقى مور كيرفد، كيرفت، يبقى في الفار فلات، في القريب كيرفت، في الفار فلات كيرفت. عاوزك تتخيل ان ده الاستيك كبسول عمال فلات كيرفت، فلات كيرفت، فلات كيرفت، فلات كيرفت. لو انت عندك في الحياه استيك وقعدت تشد فيه وتسيبه، تشد وتركي، تشد وترخي، هتخيب امله within few hours. بس طبعا ده الاستيك بتاع ربنا، بتاع اللينز. هذا رائع عبد الحليم، في يوم، في شهر، في سنة، في 50 سنة عبل ما يتأثر، بس يتأثر. يبقى ما هو البريسبيوبيا؟ decreased elasticity of lens by aging بسبب البروتين دينيتريشن، ففقدت. شوف بقى الروعة في الحتة اللي جاية، ان ربنا سبحان الله خلاها تثبت على الوضع الفلات الذي يناسب الفار فيجن اللي هو أكثر شيوعا. يعني احنا ما قريناش واحنا صغيرين بالكم الكافي، هنقرا احنا كبار، يعني معظم الحياة عبارة عن فار فيجن، وقليل جدا لما كم ساعة تقرا في اليوم. شوف الروعة، بما يدل على انه وراء الخلق خالق، هاف ميرسي،
رحيم، من أسمائه الرحيم، عنده رحمة، فخلى اللينز تبقى تناسب الوضع الأكثر شيوعا. يعني طب هي باظت فلات، مفروض تبقى كيرفت، طب تثبت على أيهما؟ تثبت على الفلات اللي هو يماثل ويتفق مع الفار، الفلات مع الفار. يبقى مشكلته ما جاء رب الشهادة تتكور، يبقى ألبس نظارة بس مع القراية، نظارة فقط مع القراءة فقط. أدي موضوع البريسبيوبيا. يبقى البريسبيوبيا decreased elasticity of lens، decreased elasticity of lens بسبب protein denaturation أدت إلى نقص في الأكوموديشن. هنا بقى الفار والنير بوينت ريسيدز أوي، بتبعد، لأنه خد بالك ما فيش أكوموديشن، يبقى مش قادر يقرب الحاجة اللي جاية متفرقة، يبقى ما يقرب يحطف الكتاب بعيد كده، لأنه هو ما مش عارف يجمع الأشعة المتفرقة، فيحاول ما أمكن يخليها جاية متوازية، يبقى يبعد ريسيد أوي. دي مهمة أوي. طب علاجه ايه؟ كلنا عارفين ان كلنا لما بنبلغ عمر كبير بنحتاج نظارة كونفكس لينز وذ نير فيجن. لما نيجي نقرا نحتاج نظارة. هنا في سؤال جميل قوي قوي في الام اس كيو. عيان عنده مايوبيا قصر نظر، ده الاكوموديشن بتسوقه، فاكر؟ وعيان عنده طول نظر، الاكوموديشن مش بتحسنه، اسينشال. يبقى لما يبوظ الاكوموديشن انهي عيان يستفاد؟ فكر فيها، هساعدك. الميوبيا الاكوموديشن بتضايقه، هقولها حتى باسلوب ساخر عشان تفتكرها، الاكوموديشن ميكس ذا كونديشن وورس. يبقى لما تبوظ الاكوموديشن حاجه بتضايقني وباظت، مع الاعتذار في التعبير، في داهيه، يلا المركب اللي تودي، يبقى عيان الميوبيا يتحسن بالبريسبيوبيا. شوف الروعه، سموها حتى السكند سايت، يعني زي بعد ما كبر حدث تحسن في عمره، رجع له البصر تاني، لان في الميوبيا في قصر نظر الاكوموديشن ميكس ذا كونديشن وورز، الاكوموديشن بيضايق، واحد بيضايقك وغار من وشك، يبقى احسن بركه. هقولها ايه باسلوب اسهل من ذلك، هو معلش واعذره عدم التهذب في التعبيرات، بس عشان تفتكروه. واحد بيضايقني وغار، حلو قوي، زي الفل، كويس جدا. انما بتاع الفار فيجن ده بالعكس، الحاله تسوء اكتر، لانه كان بيحتاج الاكوموديشن في النير والفار فيجن. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. سؤال تاني في الام اس كيو مهم جدا، اللي هو الكاتراكت، اللي هو احد انواع الام اس كيو، قلت لك يجيب الازدواجيات. البريسبيوبيا ديكريزد الاستيستي اوف لينز، انما الكاتراكت ديكريزد ترانسبرنسي اوف لينز، اللي هو المايه البيضاء يسموها، بدل ما اللينز شفافه زي الازاز الابيض الرايق تبقى زي الازاز المصنفر الانجليزي، فتبقى الرؤيه مش حلوه. هو ده الكاتر، ديكريز ترانسبيرنسي اوف لينز بسبب بروتين ديناتوريشن، بسبب او ديستربنس في جلوتاثيون. الجلوتاثيون دي بتاخدوها في البايوكيمستري، ماده مهمه جدا للميتابوليزم بتاع اللينز. ايه اسبابها؟ اهم سببين الايجنج، الناس بيجي لها ميه بيضاء واضطر تعمل تغير العدسه في الاولد ايج. لكن انا اقول لك حاجه مهمه جدا جدا جدا، الالترا فايلت يا اولاد، الالترا فايلت بتدي كانسر سكين، ده عيب خطير، بتدي كاتراكت. عشان كده كل النظارات ان شاء الله تشتريها بدولار واحد او بتلاته اربعه جنيه مصري، وكلها لازم يبقى مكتوب عليها الترا فايلت بروتكشن. فبليز النعمه اللي اديها لك ربنا وهي نعمه البصر ما تهدرهاش، ما تبوظهاش. يعني كل ما تبقى واقف مع مجموعه من زملائك في الشمس ما بين الساعه 10 و4 اللي هي الفتره اللي فيها الالترا فايلت على اشدها، قول لهم فضلكم ندخل في مكان يعني فيه ضله شويه، او مش واجهه نلبس نظاره مهما كان سعرها قليل، بس مكتوب عليها، لازم مكتوب عليها الترا فايلت بروتكشن. يبقى الايجنج الترا فايلت. طبعا من الحاجات اللي بتزود الكاتراكت جدا دايابيتس والهايبرتنشن، خصوصا دايابيتس، ان يبقى في فاميلي هيستوري، ان يحصل التهاب في العين، تروما تو ذا اي، او انفلاميشن في العين. في لسته طويله بس انا عاوز اركز فيها الايجنج والالترا فايلت والدايابيتس. بيعملوا بروتين ديناتوريشن و بيعملوا لخبطه في الجلوتاثيون خصوصا الدايابيتس، بيعمل كتر. دلوقتي حلها سهل، بنغير العدسه. بس ليه تغيرها؟ احلى حاجه الحاجه الطبيعيه، العدسه الطبيعيه،
مش احلى من كده. يبقى خدنا الاربع امراض قلنا مش هنعيد تاني عشان خاطر نتقدم اكتر. انت تقدر ترجع الفيديو. ده كان اللينز اللي هو الموضوع الاصعب، وندخل موضوع الاسهل وهو الايريس. ناخد الايريس يا شباب. الايريس كبر شويه بننا نقرب. طيب انا بس اظبطها بعد اذنكم ثواني. عشان الخط يبقى اوضح اكبر شويه. طيب كده اي ثينك معقوله مع الديفينيشن كويس. على فكره لما جربت اشوفها على السمارت تي في، يعني لو شفتها على تي في هيبقى الصوره احلى. لو عرفت تجيب على اليوتيوب على التي في بتاعك هتبقى الصوره فعلا الطف. نمسك الايريس بقى يا شباب. ده اسهل قليل. الايريس هو الديسك اللي هو القزحيه وفي ديفرنت كلرز، بيبقى بالوان مختلفه. وزي ما قلت لكم فقره لطيفه فقره معلومات العامه، انه مش في بيجمنت زرقاء في الناس اللي عينيها زرقاء وبيجمنت خضراء وبيجمنت بني واسود، هو الديفرنت في الديجري اوف ميلانين بيجمنتس، الديفرنت في الميلانين بيجمنتس. طيب مره جه سؤال نظري ستراكشر اوف ايريس، يبقى تكتب الجمله دي ان الديفرنت كلرز مش سببها وجود ديفرنت بيجمنتس انما ديفرنت كونسنتريشن اوف ميلانين بيجمنتس. كل ما يزيد الميلانين بيجمنتس نتجه للون الاسود والبني، يقل نتجه للون الاخضر والازرق. طيب في عضلتين في الايريس، بيبيلو كونستريكتور وبيبيلو ديليتور. بيبيلو كونستريكتور الفايبر سيركولار دائريه، عشان كده ما بتنقبض الحدقه بتضيق يحصل مايوزيس. ما يعني قلنا صغير ميكروب افتكرها. يبقى الفايبر سيركل سبلايد بال باراسمباثيتك لسه قايلينها اللي هي الثيرد كرينيال نيرف، اللي هو فاكر ايدينجر فيستيبال نيوكليس بتاعت الراجل الالماني، يطلع منها بري جانجرونيك طويل لانه بي مايلينيتد سريع، وشورت سيلياري نيرف يطلع من السيلياري جانجرون قصير لانه سي امالينيتد. وبعدين بيوبيلي دايليتور ماسل، هنا بقى الفايبرز راديال، فلما تنقبض البيوبل توسع انها راديال شعاعيه سبلايد بيل سمباثاتيك بتاع الهيدا النك، اللي هو فاكر كان طالع منين؟ الهيدا النك اعلى حته في الجسم، فطالع من اعلى حته في السمباثاتيك. سمباثاتيك كان ثوراكو لمبر، يبقى اعلى حاجه فيه هو فيرس تو ثوراسيك سيجمنتس، وريلي في اعلى جانجلي اللي هي السوبيريور سيرفايكال. وفاهم ليه؟ لان لما الجانجلي تبقى فوق خالص لحد ما نوصلها فاحنا بري جانجلونيك حلو، ومنها لحد العين يبقى بوست جانجليونيك، الوحش يبقى قصير. يعني كل حاجه رائعه. مين عنده سترونجر تون؟ الاجابه بفه كعادتنا وراء الخلق خالق. هو ربنا عمل نهار وليل عشان نمارس الحاس الصبح ولا عشان نبطشات ليل؟ يعني تفتكر المفروض نعمل ايه؟ يعني الواحد هيفتح عينه ويمارس الحياه اكتر بالليل او الصبح؟ أثنك الإجابة الصبح، يعني في ضوء كتير، يبقى we need A pupillo A في الضوء الكتير pupillo constriction. This is why stronger tone في pupillo constrictor. يعني زي ما بقول يا أولاد أسئلة كثيرة بنجاوبها بالفه، والفه مبعثه حاجة واحدة أنه وراء الخلق خالق strong. ده مرة جات سؤال كان رخم قوي structure wires، تكتب two muscles وإن the pigments of different concentration. نيجي سؤال فانكشنز وايرس، ده يبقى هديه لو جابوا لك، يعني غالبا ما بيعملوش كده لانه سهل جدا. اول وظيفه للايرس هو الايرس ده بقول زي الشطر بتاع الكاميرا اللي هو في نصه في البيوبل، انه ريستريكتس الباسج اوف لايت ريز تو ذا بيوبل، بيخلي الضوء يدخل فقط من البيوبل. وعليه الوظيفة الثانية مرتبطة بالأولى، regulates the amount of light entering the eye أو falling on the retina. لو عاوز تقلل تعمل pupillo constriction، عاوز تزود تعمل pupillo dilatation. يبقى عشان كده أنا عاوزك
تاخد الاثنين دول مع بعض restricts the passage to the pupil وعليه regulates the amount of light to the retina. يجي الوظيفة بقى الأصعب شوية اللي هي ان هو prevents spherical and chromatic aberrations. يعني يمنع الانحراف الدائري والانحراف الصبغي. spherical يعني دائري, chromatic يعني صبغي, aberration. تعال نفكر. انا حكيت لكم قصة عن اللينز اهي, ان اللينز الفايبرز الجديدة بتبقى في الكورتكس برا والقديمة بتدخل جوا في النوكليس, ودول of different ages وعليها عندهم different refractive index وعليه بيعملوا different refraction وعليه. تخيل لو مفيش ايريس, تعال ندي الايريس اجازة, يبقى مش الايريس بيخلينا نستخدم السنترال بارت اوف ذا لينز بس, الحته اللي في النص, وبيمنع استخدام بريفرال بارتس. فاحنا هندي الايريس اجازه عشان نعرف وظيفته. ففي الحاله دي لو انا بصيت لنقطه, الاشعه دي اللي بتقع على النيوكليس هتتجمع في نقطه, انما الاشعه اليمين اللي بتقع على الكورتكس اليمين والشمال اللي بتقع على الكورتكس البريفري اوف ذا لينز الشمال عندهم ديفرنت ريفراكتيف اندكس, معامل انكسار مختلف, هتكسر اشعه انكسار مختلف, هتجمعهم في نقط ثانيه وثالثه. يبقى النقطه اتكون لها على الريتنا كام ايمج؟ فكر, بص للرسمه, لو استخدمت لينز كامله اتكون لها 3 ايمجز. طب يبقى حضرتك كل نقطه هتشوفها 3. طب احنا الحياه بنشوفها, اسمع الحته دي كويس قوي, سفيرز, دوائر, محيطات بمعنى اخر لو عاوز ترجمه يعني بالمعنى اكتر. كل حاجه بنشوف لها محيط, بتبص لوشك محيطه دايره, بتبص لصوره محيطها مربع, بتبص لسياره لها محيط معين واخد شكل السياره. لما كل نقطه تشوفها 3 يبقى محيط اي شيء, السفير بتاع اي حاجه تشوفه كام؟ 3. عشان كده سموها spherical aberration, انحرافات دائرية. لما عندك بقى الايريس اهو, شايف الايريس اللي انا رسمه, هو الخط ده والخط ده, بيمنع ايه؟ بيمنع استخدام البريفرال بارتس اوف لينز, او ده الايريس اهو منع الحته دي والايريس بتاعها الثانيه منع دي, بيخليك تستخدم مين بس؟ سنترال بارت بس اللي هي بتجمع في نقطه واحده, وعليه بيمنع السفيريكال ابريجنز. يبقى الايريس بمنعه استخدام الحته الوحشه في اللينز اللي هي مين بقى؟ البريفرال بارتس, بيمنع ان يتكون للصوره او للجسم للاوبجكت اكتر من ايمج, فبيمنع السفيريكال ابريجنز. اتمنى تبقوا فهمتوها كويس. يبقى تاني, الايريس بيخلينا استخدم السنترال بارت اوف ذا لينز بس اللي هي في قبالة في مواجهه البيوبل. لو مفيش ايريس هستخدم السنترال والبريفرال, هستخدم النيوكليار بارت اوف ذا لينز والكورتيكال بارت اوف ذا لينز اللي عندهم ديفرنت ايجز, ديفرنت ريفراكتيف اندكس او انديسز, وبالتالي هيعملوا ديفرنت ايمجز. يبقى شوف النقطه 3 والسفير 3, يبقى الحياه عباره عن سفيريكال ابريشنز. الايريس بيمنع استخدام البريفرال بارتس, الرسمه رائعه اهو, الخط ده ايريس والخط ده ايريس, يبقى يمنع استخدام البريفرال بارتس اوف لينز, يخليك تستخدم السنترال بس, فالنقطه يتكون لها 1 ايمج, وبالتالي مفيش سفيريكال ابريشن. تعال بقى الثانيه, كروماتيك ابريشن. هندي الايريس اجازه, يبقى في الحاله دي هنستخدم البريفرال بارت اوف لينز, حتى مش راسم غيرها عشان تدقق اكتر. ده لو في ايريس ما نستخدمهاش, الايريس بيمنع الحته استخدام دي. لو مفيش ايريس هنستخدم البريفرال بارت اوف لينز اللي هي شكلها زي ايه يا اولاد؟ زي البريزم المنشور. ومن خصائص المنشور انه بيحلل الضوء الابيض, بيانالايز اللايت ريز انتو سبكترال هالو لالوان الطيف. يبقى تخيل لو انا بقى ما عنديش ايريس, يبقى الاشعه اللي تقع على البريفرال بارت اوف لينز اللي شكلها زي البريزم المنشور هيحللها الالوان الطيف السبعه, وبالتالي لما ابص لاي ضوء ابيض الجزء اللي وقع على البريفرال بارت اتحول على الريتنا الوان طيف سبعه, اشوف كل حاجه حواليها هاله من الوان الطيف السبعه, ودي لا يمكن تبقى حاجه جميله.
ده انحراف صبغي، كل حاجه حواليها لسبع الوان، كل ضوء ابيض حواليه سبع الوان. بدل مثلا ما ابص اشبه لك احسن، لمبه اليوم كده اشوفها زي الفل، او لمبه ليد بيضه اشوفها زي الفل كده بيضه، اشوف حواليها هاله من الوان طف سبعه، ده يلخبط الرؤيه على فكره. فالايريس بمنعه لاستخدام البريفرال بارت اوف لينز، البريفرال بارتس اللي هي تبدو زي البريزم زي المنشور، منع الاناليسيز اوف لايت ريز انتو سبيكترال هالو، وبالتالي منع الكروماتيك ابريشن. يبقى فكره الوظيفه الثالثه دي اصعبهم على الاطلاق، ان الايريس، يلا جاوب معايا انت، انا سامعك، بيسمح باستخدام اختار السنترال ولا البريفرال بارتس اوف لينز؟ جاوب. سمعتك، سنترال. ايامنا على استخدام، جاوب. البريفرال اللي هي فيها حاجتين وحشين، الحاجه الاولانيه انها عندها ديفرنت ايدج، وبالتالي ديفرنت ريفراكتيف اندكس، وبالتالي ديفرنت ريفراكشن، فبتجمع الصوره في نقطه ثانيه ونقطه ثالثه. فالنقطه الاوبجكت هنا هيتكون له ثلاث صور، والسفير كل حاجه بنشوفها في محيطات يتكون له ثلاث محيطات بس. سفيريكال ابريشن، واحد يقول لي طب شبه لنا في الحياه السفيريكال ابريجن دي زي ايه؟ زمان كانوا التلفزيونات بقى ما فيش ديش والكلام ده، كانوا كلها بايريال. لما كان الايريال يبقى مش مظبوط، وتتفرج على ماتش كوره تشوف ثلاث لعيبه اللعب ثلاثه وثلاث كور ما تفهمش راسك من رجليك. لو ما كانش في ايريس كنت هتبقى زي اللي بيتفرج على تلفزيون بانتنه مش مظبوطه، بتاعت الحياه تبقى كلام فارغ. سبحان الله في خلقه. تاني حتة البريفرال بارت شكلها زي ايه؟ زي البريزم، والبريزم بيعمل ايه؟ اناليسيز للوايت ريز انتو سبيكترال هالو. فالايريس بيمنع استخدام البريفرال بارت، بيمنع هذا البريزم، بيمنع السبيكترال هالو، يبقى بالتالي بيمنع الكروماتيك ابريجن. طيب نيجي بقى، كونستريكشن اوف ذا بيوبل انكريسد ذا ديبث اوف فوكس. هنا مش عايزك تفهم غلط، احنا ما بنتكلمش على الصوره لازم تكون على الريتنا، والريتنا دي بعدها ثابت. احنا بنتكلم على الحاجه اللي انت فوكسنج عليها، يعني انا باصص على حاجه بعيده ولا حاجه قريبه، وات اي ام فوكسنج اون، هو دي الحاجه اللي انا بتكلم عليها. فدلوقتي احنا قلنا يا شباب لما بعمل بيوبيلي كونستريكشن بتستخدم جزء اقوى في اللينز، وبالتالي بتقدر بدل ما تغير قوه اللينز تغير الجزء من اللينز اللي انت هتستخدمه بصه الايريس. ده معنى ان الكونستريكشن اوف ايريس انكريسز ذا ديبث اوف فوكس، يعني حتى لو اللينز قوتها ما اتغيرتش، الايريس بانه يعمل كونستريكشن او يعمل دايليتيشن بيسمح باستخدام اجزاء مختلفه من اللينز ذات قوه مختلفه، عندها ريفراكتيف انديسز مختلفه، عندها ريفراكتيف باور مختلفه، فكانك بتغير الديبث اوف فوكس برغم ان اللينز قوتها ثابته. ده الوظيفه الرابعه. تقل صفحه الاخيره بس مش هنقدر نخلص الايس النهارده، هيبقى في جزء يبقى نقوله بعد كده باذن الله. لايت ريفلكس، لايت ريفلكس، نحاول نكبره مقابل. لايت ريفلكس كلنا يعلم ان لو انا اديت ضوء كده للعين، يعني هقول لك ازاي اعمله. هجيب شيلد اوف بيبر كده، وبعدين اوجه ضوء للعين دي، خلاص العين اللي شافت الضوء هيحصل فيها بيبيلي كونستريكشن، ده يسموه دايركت لايت ريفلكس. طب وحتى العين اللي مش شايفه الضوء، لان انا حاطط بارتيشن كده، برضه بيحصل فيها بيبيلو كونستريكشن. فده بعض الزملاء يسموه اندايركت لايت ريفلكس، يبقى العين اللي شايفه الضوء دايركت واللي مش شايفه اندايركت. التعبير الاصح يسموها كونسنشوال لايت ريفلكس، يعني متزامن حصل معاه. يبقى عندي نوعين من اللايت ريفلكس، ان الضوء بيعمل بيبيلو كونستريكشن في العين اللي شايفه الضوء، يبقى ده ها
هنسميه دايركت. طب والتاني مجازا خليها لهم اندايركت بس الاصح كونسنشوال لايت ريفلكس. هذا اللايت ريفلكس از بروتكتيف ريفلكس، اللايت بيأذي العين، بدليل الولد اللي بيلحم عارف لحام كهرباء كلهم بتلاقي حاطط شيل قصاد عينه كده عشان ما يدخلش ضوء كتير، والا يلتهب الريتنا ويحس بسيفير بين في نهايه اليوم لو لسه صنايع جديد كده واستقوى وقعد يلحم من غير ما يحط الشيل ده، الضوء يعمل له التهاب رهيب في الريتنا. فاللايت ريفلكس ده اذا بروتكتيف ريفلكس. واحنا قلنا اي ريفلكس هنتكلم عليه في كام نقطه؟ ثلاثه، في الاي افرن وسنتر وايفرن، وفي تامل خاص بالعبد الله. اللايت ريفلكس از ا بروتكتيف ريفلكس، يعني بيحمي. يبقى ادام هو بروتكتيف يبقى المفروض يحصل بسرعه على البطء. شوف هثبت لك دلوقتي انه وراء الخلق خالق قوه عاقله يسميها الله. دلوقتي هتتاكد، مش دلوقتي، كل دقيقه بتتاكد، انت متاكد منذ ولدت، انما بنقعد نؤكدها. بقول من روعه وجمال فيسيولوجي اللي بحس ان انا في تامل طوال الحياه في شيء واحد، انا وراء الخلق خالق، يعني بعمق اكثر من غيري، لان حاجات رائعه. ايه ده؟ زي ما قلت لزملائكم في سنه في المحاضره الماضيه، انه بحث لسنوات في علم الفسيولوجي ما لقيتش حاجه واحده ليست في الكمال، مش حلوه، مش مثاليه. اصل مثاليه في الامثل، ليست في صورتها الكامله، لان وراء الخلق قوه كامله، الله كامل في صفاته، ما كل حاجه، ما فيش حتى بالفكر حاجه اقول طب ليه ما كانتش كده، ليه مش كده، لا ما فيش ولا حاجه. وده اللي خلى شرح العبد لا متميز، ان من اول دقيقه بشرح من منطلق واحد فقط، من منطلق واحد، انا وراء الخلق خالق، كل حاجه على ربنا، فطلعت بكميه استنتاجات لم يحصل عليها غيري، ومش هتلاقيها موجوده كده في الكتب بصوره واضحه. بعضها موجود انما المعظم لا. فتعال نفكر، وبتخليك يعني تعشق الموضوع ويستقر المعلومات استقرار جميل. مبعثه شيء واحد، انه وراء الخلق خالق. فاحنا قلنا اللايت ريفلكس يا اولاد ده دي اخر حته، اذا بروتكتيف ريفلكس. جاوب معايا كده، احنا تملي بنحب، احنا مناقشه مش تلقين مش تحفيز مش كتاب، يبقى لازم يبقى سريع ولا بطيء؟ عاوز اسمع منك حاجه بروتكتيف، بتبروتكت مين؟ لازم اعملها بسرعه ولا ببطء؟ سمعتك، لازم تبقى سريعه. وعليه نقصر ولا نطور الباث واي؟ نقصر الباث واي. شوف الروعه، ان الافرنت هنا اوبتيك نيرف كازما تراكت، يعني ما رحناش لورا للفيجوال كورتكس، يعني اوبتيك نيرف كازما تراكت اول ما وصلنا لللاترال جينيك للبادي ما رحناهاش، خلاص هو كفايه كده. القافل نيرف كازما تراكت، لا في لاترال جينيك للبادي ولا في اوبتيك راديشن ولا في اريا 17 18 19. واحد يقول لي احنا اختصرنا نص الباثوي، اقول له لا، عندي تامل، انا البحر في اعماقه الدر، تعال نغوص اكتر. نقطة التوقف مادة للتأمل عند العبد الله، إن إحنا بنقول أوبتيك نيرف كازما تراكت، ده الإنسان بغبائه إدى ثلاث أسماء، أوبتيك نيرف، أوبتيك كازما، أوبتيك تراكت، بس هو فايبر واحدة، فايبر واحدة، إديناها ثلاث أسماء، هنا سميناها أوبتيك نيرف، هنا كازما، هنا تراكت. وقفنا فين؟ أول ما هنتنقل من النيرون ده إلى اللاترال جينيكلي بادي في الثالاموس اللي هو نيرون آخر، هنمر بساينابس. عارف الديلي في الساينابس كام؟ قلنا في سي إن إس نص، مش ثانية، نص ملي سكند. ما فيش كلام نو ريلي إن لاترال جينيكلي بادي، نو ريلي إن ثالاموس، نو اسمعها من عبد الله، ساينابتيك ديلي. لم يسمح الخالق ولا بسينابتيك ليه واحده، ليه؟ لانه بروتكتيف ريفلكس، نقطه التوقف
مادة للتأمل، أنه وراء الخلق خالق، قوة عاقلة، قوة كاملة نسميها الله. يبقى كده طالب أهبل مع الاعتذار يجي يقول اللايت ريفليكس نوصل للفيجر كورتك. يا بابا اللايت ريفليكس ده بروتكتيف ريفليكس، لازم يبقى سريع، فنقصر الباثواي وغصنا أكثر، توقفنا عند أول سينابس أوبتيك نيرف كازما تراكت ده فايبر واحدة، إحنا بغباوتنا سميناهم تلات أسماء، هنا سميناه نيرف، هنا سميناه كازما، هنا تراكت، بس هو فايبر واحدة عند أول سينابس. نو 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 ريلاي إلا ترجيك البادي، شو هم نشوف الضوء؟ هيحدث اللايت ريفليكس من غير ما نشوف الضوء. بقولها بجملة رائعة، لا يستلزم حدوث اللايت ريفليكس رؤية الضوء، هيحدث في واحد أعمى، واحد ما شافش الضوء، عنده ليجن ورا ما بيشوفش الضوء، ومع ذلك ربنا بيحرس عينه، بيحصل له لايت ريفليكس عشان الضوء ما يدخلش عينه ويلهبها ويحس بألم، مش هيبقى موت وخراب ديار، مش شايف وكمان الضوء يدخل يلهب له عينه، اللي هي الجملة اللي قلتها، وما زالت العين الإلهية تحرس العين العمياء والفاقدة البصر، زي ما شفناها في السي ان اس عم مشلول، ربنا خلى البروتكتيف وزدرول، بروتكتيف حتى اسمه بروتكتيف وزدرول، تشكه في رجله هو رجله مشلولة، نقدرش إراديا نحركها، ما نقدرش، فاقدة الحس، مش حاس، تشكه في رجله يروح ساحب رجله. ليه؟ لأنه سباينال ريفلكس، الريفلكس ما بيطلعش لفوق، ما بيحسش بين، خدناها في الدايفير الامبلس، يعني يرجع عن طريق سباين كورد ويسحب الرجل، اهو ربنا مقصر الباثواي بقى عشان يحدث. زي ما قلت، ما زالت العين الالهيه تحرس القدم المشلوله الفاقده للحس، ما زالت العين الالهيه تحرس العين العمياء والفاقده البصر، مش لازم يشوف الضوء عشان يحصل ذات الفيكس. ونقطه التوقف كانت ماده للتامل للعبد الله مع اول سينابس. يا ربي مفيش حتى سينابتك ديلي، مفيش نص من اللي سكت. اوبتيك نيرف كازما تراكت، اهم كلمه فين هنا في الام اس كيو؟ نو ريلي ان ثالاموس، نو ريلي ان لاتراجينيك بودي. طيب يبقى ده الافرنت، انا علمتكم اي فيجوال ريفلكس مع عشق النظام افرنت سنتر افرنت، يبقى الافرنت اهم حاجه، نو ريلي ان لاتراجينيك بودي، نو ريلي ان ثالاموس، انت فاهمها غير بقيه زملائك، نو سينابتك ديلي، سبحان الله. طب السنتر ميد برين، حلو هناك ميد برين وهنا ميد برين، بس هناك كنا قلنا يا شباب سوبيرو كوليكولس، كنا النيوكليس كان اسمها سوبيرو نيوكليس، هنا اسمها بريتكتال نيوكليس، بريتكتال سنتر هو بريتكتال نيوكليس، يعني تكتم يعني غطى، نيوكليس قبل غطى، يعني مختلف السنتر، هما الاثنين ميد برين، بس هناك الكره العليا سوبيرو كوليكولس، هنا بريتكتال نيوكليس. طيب دلوقتي بص معايا، طب الايفرنت احنا بيبيلي كونستريكشن، مين بيعمل بيبيلي كونستريكشن لسه واخدينها؟ اللي بيعمل بيبيلي كونستريكشن كان هو الاوكلوموتور، حتى الباراسمباثيتك بارت بقى هنا لازم تحدد، هناك كان باراسمباثيتك والسوماتيك، يبقى الباراسمباثيتك بارت اوف ذا اوكلوموتور ده الايفرنت، اللي هو بريجانجلونيك طويل، وفاهمين ليه طويل؟ عشان وراء الخلق خالق، لان ده مايلين ثيم مايلينيتد بي فايبر 10 متر في الثانيه، وسيلياري جانجلون، وبعدين شورت سيلياري نيرف اللي يعمل بيبيلي كونستريكشن. يبقى تعال نحط الفاونديشن، يبقى الافرنت ربنا وقف عند اول سينابس، اوبتيك نيرف كازما تراك، نور لي الاتروجيك للبادي، السنتر عادي ميد برين بس نيوكليس اخرى اسمها بريتكتال نيوكليس، اسمها بريتكتال نيوكليس، تمام. وبعدين افرنت الاوكل موتور مش بشقايه هنا بقى، الاوكل موتور حاجة واحدة بس في الاوكلوموتور اللي هتعمل العملة دي، اللي هي مين يا شباب؟ الباراسمباثيتك بارت اوف ذا اوكلوموتور، اللي هي ايدنجر فيستيفال، يطلع منه البري جانجليونيك، وبعدين عندنا سيلياري جانجليون، يطلع منها البوست جانجليونيك اللي هو الشورت سيلياري نيرف. ده الباثوي الطالب فاهم. طب تعالى عشان نعمق الفهم اكتر، قول لي الفرق بين الباثوي بتاع النير ريسبونس بتاع اللايت ريفلكس. هناك الافرنت هو الفيجوال باثوي، بوصل لحد الكورتكس، انما هنا
لان ده بروتكتيف ريفلكس، باخد اول سينابس بقف عندها نور ليه اللاتراجينيك للبطن. في الحالتين السنتر ميد برين، بس هناك سوبيرو كليكولاس، هنا بريتكتال نيوكليس. طب الايفرين في فرق، هناك استخدمت الاوكلوموتور بشقيه، الباراسيمباثيتك بارت لان في حاجات انفولنتري البيبيل كونستريكشن والاكوموديشن، وفي حاجات فولنتري زي الكونفرجنس، انما هنا انا انفولنتري بس بيبيل كونستريكشن، يبقى استخدمت الباراسيمباثيتك بارت اوف ذا اوكلوموتور. اقولها لك تاني ولا تقدر تسمعها تاني؟ اقولها تاني. فرق في الافرين، هناك خدت الفيجوال باثوي للاخر، هنا وقفت عند اول سينابس لاتراجينيك للبودي. تاني فرق في السنتر، هناك سوبيرو كوليكولس، هنا بريتكتال نيوكليس. تالت فرق، هناك استخدمت الاوكلوموتور بشقيه لان في حاجات فولنتري انفولنتري، هنا استخدمت الباراسيمباثيتك بارت بس انها انفولنتري اللي هي البيبيلي كونستريكشن. فيه مش حفظ. طيب سؤال داخل سؤال، هيقول لك ايه سبب الاندايركت لايت ريفلكس؟ ليه العين اللي ما شافتش الضوء حصل فيها كونستريكشن؟ حصل الكروسنج في موضوعين، وبقولها بطريقه لا تنسى، وانت جاي في الافرنت وانت راجع في الايفرنت. وانت جاي في الافرنت حصل الكروسنج عند الاوبتيك كازما، يعني العين دي اللي شايفه الضوء، الضوء مر العين الثانيه عن طريق اوبتيك كازما في كروسنج. تاني حاجه ان البريتكتال نيوكليس في الايفرنت وزعت الامبلس على الايدنجر فيستيفال نيوكلياي اون بوث سايدز، يبقى حصل الكروسنج اللي تسبب في الاندايركت او التعبير الاصح كونسنشوال ريفلكس في موضوعين، عند الافرنت في الاوبتيك كازما، وعند الايفرنت لما البريتكتال وزعت على الايدنجر فيستيفال نيوكلياي اون بوث سايدز. ده اللايت ريفلكس. سؤال نظري مهم وسؤال عملي مهم جدا. في هنا بقى سؤال مهم جدا، حاجه اسمها ارجايل روبرتسون بيوبل. راجل، احب احكي القصص لان هنا لازم نحكي القصص. سنه 1860 حتى اسمه دوغلاس ارجايل روبرتسون، كان بتاع اوفثالمولوجي بتاع عيون. خلاص، هو اللي وصف البيوبل دي اللي هي الارجايل روبرتسون بيوبل. كان في سنه 1869، واسمع دي بقى حاجه هتذهل، ان يعني ان حتى في المرض كل شيء يبدي وجود الله. اسمع دي، اسمع دي لنفسك قصه ارجايل روبرتسون ده. كان في القرن التاسع عشر 1860، كان في مرض السيفلس الزهري اللي هو بيمر في الانسان بمراحل ثلاث، هبقى احكيها مع السي ان اس حتى في المعلومات العامه. السيفلس هو مرض جنسي مرتبط بالممارسات السيئه للجنس، قضى عليه اكتشاف البنسلين المرض ده، لما اكتشفوا البنسلين قضى عليه، لكن الله لا يعاند، فجاب لهم مرض الايدز، مرض جنسي برضه لسه القضاء عليه صعب جدا. اول تامل ان الامراض الجنسيه، واحد انها بتنتقل من خلال المشيمه للجنين، وقعدت اتامل فيها ليه الامراض الجنسيه السيفلس بتاع القرن التاسع عشر والايدز دلوقتي ربنا خلاها تنتقل من الام للجنين عبر المشيمه. الله يتفقد ذنوب الاباء في الابناء. الام تقول يجينا انا المرض بس ما يجيش لابني، فالممارسات السيئه الام خلت المرض جال ابنها، لانه اقصى عقابا عليها انه يجي لها هي 100%. ده مش مصادفات، ان الامراض الجنسيه ما فيهاش وشو عقاب الله مش رحمه الله، انه مرض جنسي انت غلطان، فالامراض بتنتقل. والله لا يعاند، السيفلس الزهري عالجوه بالبنسلين الزهري، جاب لهم الايدز. لا اسمع بقى الحته اللي جايه بقى دي جميله قوي. جرثومة السيفلس في الستيج الثالث تضرب ايه؟ شوف الميت برين اهو، هو تضرب البريتكتال نيوكليس بتاعت اللايت ريفلكس، وما تضربش السوبيرور كوليكولاس بتاعت الاكوموديشن ريفلكس. يعني مش اي حاجه، ما هو هما الاثنين في الميت برين، ضربت البريتكتال. فواحد بس في العالم ده ارجايل روبرتسون اللي هو الراجل بتاع الاوفثالمولوجي سكوتش من اسكتلندا، لاحظ ان في بيوبل غريبه جدا في عينين السيفلس دي. بيوبل which does not constrict with light.
بريتكتر مضروبة يبقى ما عندوش لايت ريفلكس، وبالتالي الضوء يدخل عين وبالتالي العين تلتهب والعين يصرخ عذاب في الدنيا والآخرة. ولكن كل الناس انصرفوا افتكروا البيوبل دي مشلولة إلا الراجل ده. لاحظ إنها البيوبل does not constrict to his light. بس لما قال له بص يا بابا في الكتاب ده، بص في الكتاب، لقى البيوبل بالكونستريكت يبقى مش مشلولة، ده في accommodation reflex. فتعريف الأرجال روبرتسون بيوبل هي بسبب السيفاليس، بيوبل which does not constrict to his light، تعملش light reflex but constricts with accommodation. كلهم افتكروها مشلولة، ده ما بتعملش مع اللايت يبقى مشلولة، لا ده شغالة اهي، شغالة مع القراية بس مش شغالة مع اللايت. ليه؟ لأن الليجن في البريتكتال بتاع اللايت مش في السوبيرو كوليكولس بتاع الاكوموديشن. ثم أنا أزيد أنه وراء الخلق خالق، هذا مرض جنسي، ما فيش ميرسي أوف جاب ما تبانش هنا لأن ده مرض جنسي، ان هذا المريض لما يجي ضوء في عينه ما يقدرش يكونستريكت، يدخل الضوء يلهب القرنية، عذاب في الدنيا والآخرة. لكن لو مسك احد كتب الله يقرأ فيها واراد ان يهتدي، سبحان الله، هيحصل له اكوموديشن ويقرأ ويهتدي. ايه الروعة دي؟ ايه العظمة دي؟ جرثومة السيفاليس أمرها الخالق في تأمل خاص بالعبد الله، وهكمله في السي ان اس في مرض سيفلس، لسه ليك مالة تأملات لا تنضب لا تنتهي في كل صفحة في تأمل في عظمة الخالق لمن يريد أن يفهم. حتى في المرض، حتى في المرض ينتقل السيفلس والإيدز من الأم للجنين، يتفقد الله ذنوب الآباء في الأبناء عشان ده أقصى عليهم. واثنين، ان يضيع اللايت ريفلكس فيدخل الضوء فيديله الم يعذبه في الدنيا، لكن عاوز يقرا يهتدي في كتب الله يقرا زي الفل في اكوموديشن ريفلكس. ده كانت رؤيه العبد الله للارجايل روبرتسون بيوبل، واعتبر دي فقره المعلومات العامه، هي رؤيه في الخالق بس خاصه بقدرش اقول الكلام ده للناس العاديين، لازم ناس عندها معلومات طبيه. ويعني بشكر حضراتكم انكم عندكم معلومات طبيه، على فكره حسابكم اعصر مش ايسر لانكم تعلمون، وهوكم كل مره معايا بثبت لكم اهو انه وراء الخلق خالق. بستغرب ان في ناس في الدنيا في ملحدين في الدنيا، ازاي ده كل حاجه تنطق بانه وراء الخلق خالق. حتى في المرض اهو يا ربي، في النيوروسيفاليس تنساها ازاي انت بعد ما سمعتها كده؟ ده مش مذاكرة، ده تأملات. ضربت ال بريتكتال في الميبري وسابت السوبير كوليكس، فبقى عندي بيوبل ويتش داز نوت كونستريكت تو هيز لايت بات كونستريكتس ويز اكوموديشن، يبقى هيتعذب من لايت، مفيش بروتكتيف ليكس لكن يقرا ويهتدي. يبقى شفنا في الفيسيولوجي يوري وجود الله، إنه وراء الخلق خالق، اللايت ريفلكس ده بروتكتيف ريفلكس فلازم يحسب بسرعة، فربنا يقصره. والوقفة كانت مادة للتأمل، يقف عند أول سينابس عند اللاترجيك البادي عند الطلمس، نوري ليه اللاترجيك البادي، مش هنضيع نص ملي سكند. ده كان التأمل في الفسيولوجي. هل يمكن أن يحدث اللايت ريفلكس في شخص أعمى؟ لو الليجن ورا في اللاترجيك البادي هو ما راحش اللاترجيك البادي، او في الاوبتيك راديشن او في اريا 18-19 اعمى، بس ملوش ذنب في العمى، شوف الميرسي في جاد، شوف رحمه ربنا، هو اعمى بس تحاول تاذي عينه يحصل لايت ريفلكس. لكن التاني مفتح وشايف بتاع السيفلس، مفتح وشايف لكن ما عندوش لايت ريفلكس، ايه العظمه دي؟ العين هي تحرس العين العمياء اللي ملوش ذنب، انما ده ليه ذنب، ده مرض جنسي فربنا ضيع له اللايت ريفلكس. يبقى عاوزك تشوف المقارنة، معلش أنا طولت عليكم بس أصلها تأمل لازم تعرفوه. عين عمياء لا ذنب لها في العمى، فادها ربنا لايت ريفلكس وهو أعمى. الليجن في الثالمس في الأوبتيك راديشن في 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 إيريا 17 18 19 بيحصل عنده لايت ريفلكس، لأنه ما بيروحش الحتت دي.
يعني مش شايف بس بيحصل لايت ريفلكس. رحمة رحمة، شوف العظمة الإلهية. ما زالت العين هي تحرس العين العمياء لأن لا ذنب له. شو ذا ميرسي اوف جاد. واحد تاني مريض السيفلس اللي هو جنسي، حاجتين من الأم للجنين يتفقد ذنوب الآباء في الأبناء، واتنين ده بقى شايف بالعكس شايف ومفيش لايت ريفلكس لأن اتضرب البريتكتال وما اتضربش السوبيرو كوليكولس، شايف وما قدرش يعمل بيوبل which does not constrict with light، فيحصل ضوء كتير يخش التهاب وألم. لكن constricts with accommodation، يقرا كتب الله ويهتدي يهتدي. انا اسف ان اطلت عليكم، لكن لا يمكن كنت حتى بهذا التامل افوتها. اعتبر ربع ساعه دي كانت معلومات عامه، رؤيه في انه وراء الخلق خالق، قوة عاقلة كاملة نسميها الله، تعطينا الرحمة حيث يجب الرحمة والعذاب حيث يجب العذاب. أشكركم على وقتكم، حسن انصاتكم، وأعتذر عن الإطالة، ولم يبقى إلا الدعاء والتوفيق، وفقكم الله. ألقاكم بإذن الله قلنا يوم الثلاثاء والخميس والسبت القادم بإذن الله، دي المواعيد في نفس المواعيد. مش عاوز حد بقى يقعد يبعت لي المواعيد بتاعت الفرقة الثانية، اديني قلتها يا شباب. النهاردة هيبقى special senses السبت، وبعدين قلنا هيبقى I think CNS